فيك الغليظ؟ ما بحبه بنوم. على مهلكن على مهلكن. شو يا ولاد؟ خير؟ شو عم بصير؟ شبكن؟ رفقاتنا عم يقولوا علينا حرامية يا أخي بزر. عم يقولوا حرامية؟ الولد يلي كان قبل يخاف حتى يقول لي مرحبا اليوم صار يبهدلني ويتمسخر علي كمان. رح يقلعونا من المدرسة حتى خلوا أخي عصمت يبكي من الزعل. طيب اسمعوني، اهدوا شوي ومسحوا دموعكم، ما بصير تعملوا هيك. انتوا ولاد قلي بول ولا مالكم متذكرين؟ ما بصير تبكوا هيك، ماشي؟ يلا مسحوهم، ما رح تتقلعوا من المدرسة تمام؟ لو شو ما عملوا رح نوقف أنا وأختكم لميس معكم للأخير. ايه بس يا أخي بدر، أختي لميس بتكون بغرفة المديرة هلا، وكل أولياء الأمور الموجودين عم يضغطوا عليها. خلص بكفي يا أخي بدر، حتى أنت ما عاد اهتميت فينا، أنا ما بقى أتحمل. وقف وقف، لوين رايح؟ يا ولاد اسمعوني شوي، أنتوا بدكم تطلعوا من المدرسة ولا ما بدكم؟ لا أكيد نحن ما بدنا نطلع من هون. لا نحن بنحب مدرستنا. معناتها ما رح تطلعوا منا، اتفقنا؟ يلا امشوا قدامي امشوا. شوفوا على القصة، عن جد أنتوا جماعة غريبين كتير، على أي تعلموا كيف تحكوا مع الناس؟ لو سمحتي يا ست ياسمين عيب هالحكي، لا تحكي هيك. أنا بعرف منيح كيف أحكي مع العالم، كمان بعرف دافع عن أخواتي منيح. أنت أصلاً ما بتمشي مع معايير ولي الأمر بهالمدرسة. هيك أنا؟ بعتقد أنك غلطان بهذا الكلام. مع أنه نحن عائلة بسيطة وفقيرة، بس كمان منهتم بتعليم أولادنا. لا، أنتوا شلة حرامية. لا نحن مو حرامية أبداً. بس دقيقة بس دقيقة، يعني حضرتك هلأ عم تهيني وعم تهين مرتي كمان؟ ما رح وقف كتير عند هالموضوع لأنك معصب. شو اسمك كان؟ شوكت. سيد شوكت، مرحبا، أنا سامح أكتان وبشتغل دكتور. أنا زوج لميس وولي أمر الأولاد. نحن كنا بس عم نحكي ببعض الأمور منشان نوضحها، يعني حوار مو أكتر. ايه بسيطة، بكل الأحوال نحن مستعدين نعوضكن عن كل الأضرار، بس خلونا ما نحكي بهالطريقة قدام الأولاد مشان ما نأثر على نفسيتهم. ايه فعلا المسألة مو مسألة مصاري. أنا بعرف منيح أنه المسألة ما لها مسألة مصاري يا سيد، المسألة هي الاهتمام بتعليم الأولاد صح؟ وأنه يتربوا منيح لحتى يكونوا أفراد صالحين، فهالشي ما بيعني أنه نطردهم من مدرستهم. الحق معك، نحن ما بيصير نحل الموضوع بهالطريقة. برأيي تتفضل أنت والست لميس ترتاحوا برا شوي لحتى أحكي مع أولياء الأمور ونوصل لحل يرضي الكل. طيب تكرمي رح نطلع، بس تحلوا القصة ابقوا نادولنا. أهي بدر بطل الأبطال، عن جد مو معقول كيف قدر يسكت هداك الغبي. ما بصير تقول هيك على أبو رفيقك. ليش لحتى ما نقول يا أختي، هنن دائما هيك بيحكوا معنا. سكتي لي لاس. ليش عم تسكتني أخي؟ ما شفت لما قلت إنك دكتور شو صار فيهم؟ كان المفروض تشوف نظرة الصدمة على وشه. إيه مزبوط، حتى مساعدة المديرة تغير وشه. تمام، نحن بدنا نروح لحتى نجيب مي، أنتوا استنوا هون. يلا بدر. يلا اسمعوني، استنوا هون ولا تتخانقوا مع حدا، اتفقنا؟ اتفقنا. شاطر. إيه شو اللي صار؟ اللي صار إنه طيب شكراً كتير على اللي عملته بدر، بس ما كان في داعي، كان فينا نحل القصة لحالنا. إذا كان عندك شعور بالمسؤولية لا تقلق، عم قلك هيك مشان ما تحس إنك شو مجبور. عم تقولي يا بنت؟ ما عم حس حالي مجبور على أي شيء تمام؟ أنا برغبتي أجيت على المدرسة. بس بعتذر، كان لازم وقت اللي قلعتيني من البيت أعرف إنه ما بقيت جزء من العيلة. أنت بتصرفك مبارح قبلت إنك ما تكون من العيلة. قبلت من مبارح؟ قليلي أنا قبلت من مبارح، ولهيك أول ما صار معكم شيء أجيت مشان ساعدكم. تعرفي ليه أجيت؟ لأني بعتبر هالولاد هدول عيلتي وبحبهم كتير. احتمال وجهة نظرك مو هيك ومفكرتيني عم دور على فرصة لأهرب، وأنا مو هيك. ما أنا اللي قلت الكلام، أنت يلي قلته. كمان ليش عم تحكي معي بهاي الطريقة؟ خير شو عملت لك؟ قليلي شو مشكلتك لو سمحتي، قليلي شو ما كان بقلبك احكيلي، أي مشكلة منحكي فيها ومنحلها. يلا عم اسمعك، تفضلي احكي. تعالوا هولاك فكرة حرامية. شو عم بيصير؟ تعالوا وقف، اهدى شوي. شو عم بيصير؟ شو القصة يا أولاد؟ شو صار لكم؟ اختي فكرة مانو ذنب اصلا، مدحت هو اللي ضايقه، مدحت اللي بلش. الحق مع ليلاس اختي لميس، مدحت عم يحاول انه يعمل مشكله معه من الصبح. عم تدافع عن الحراميه مو هيك؟ انت عم تقول عنها حراميه. ما بصير انا بورجيك. فيكو خلصنا بقى شبكون، كيف هيك بتحكوا مع بعض؟ انتوا رفقات لازم تدعموا بعضكم. انا مستحيل كون رفيقه هالحرامي. بعدين بابا هلا رح يوريك. بكفي تجيب لي سيره ابوك سكوت، وانت سكوت طلعوا فيني. تعال معي فيكو، تعال لهون. يلا رح تقعدوا تحكوا مثل الشباب، حلوا الموضوع شو ما كان. يلا سمعوني شو القصة. اسمع أخي بدر، والله الفكرة ممتازة يا عمي، هون مستحيل حدا يلاقي المصاري. أنا تعلمت من درسي، لأنه لما خلي المصاري معي يا بتنسرق مني يا أما بيحترقوا يا أما بروحوا بتبرع فيهم. هلأ رح ندفنهم بالأرض
وكل ما اعتزنا منجي لهون فورا ومناخد المبلغ اللي بيلزمنا بس مع بعض. طبعا طبعا مع بعضنا. برافو هيك منيح. دفنهم بالأرض. يلا نزل فوق التراب. وقف وقف لحظة. برأيي انه ناخد مبلغ لأنه لازم نعمل سهرة ظريفة بهالمناسبة مو هيك؟ شو طلعت محتال. شوف هدول بيكفوا. ايه اكيد بيكفوا. سكر الكيس منيح عشان ما يبردوا المصاري. ادفنهم منيح. يلا حط تراب لقلك. يا عيني اها هيك الوضع منيح. شليك تعال عندي. يلا الله شيل معي يا عمي. يلا شد حيلك رح نوصل. يلا نزل عندك. ايوه اخيرا هلا ما حدا رح يجي وياخذ من المصاري لحاله. اي اكيد نحن بحاجه بعض لحتى نقدر ناخذ المصاري يا عمي. خلينا نحط هاي فوقه كمان اصلا جنيده بياخذ مساحه النوم كلها. تعال لك رح ظبط هدول. ايه هيك تمام. يلا امشي ابني خلينا نروح ننبسط. يلا تمام. يلا من هلا ورايح بتتفقوا بتكونوا اعز رفقات. نحن بحياتنا كلنا ما قلنا شيء سيء لرفقاتنا وانا بحبها لليلاس من قلبي. وانا كمان شكرا لك. الكلام معك ما منه فايده ابدا. انا راح اشتكي عليكي انت كمان. بدي اقلع الاولاد من المدرسه لو شو ما صار. ما بصير تحكي هيك. خير شو بكون؟ لكن احنا واقفين بصف الاولاد حتى ليلاس وبنتي رفقات كثير مع بعض ما بدنا يتقلعوا من المدرسة. ايه بس للأسف ما قدرنا نقنع بعض أولياء الأمور. اسمحوا لي بكلمة. بعرف إنكم متوترين وإنكم قلقانين كتير بس المهم هلأ هو أولادكم ومصلحتهم. بس كمان إذا بتسمحوا لنا فينا نثبت لكم إنه نحن عائلة منيحة. كيف رح تثبتوا؟ أنا بقلك لميس أليبول عندها مطعم حلو كتير وبقدم أكلات طيبة. تفضلوا لعنا بكرة رح نساوي لكم شوربة وأكلات طيبة كتير وهيك بنتعرف على بعض. منيحة الفكرة؟ حلوة كتير هالفكرة لأنه لو منعرف بعض منيح كان مستحيل يصير هيك شيء من الأول. نحن مالنا مثل أبي. برأيي إنه هذا عرض كتير مقبول بالإضافة إنه الغرض من القصة هو تعليم الأولاد. برأيي إنه نحن ما نتسرع ونقلعن من المدرسة. بدي إجي لأثبت قدام الكل إنكم ناس مو منح أبدا. بتشرفنا. ببعت لك العنوان عن طريق مجموعة الأولياء وناطرينكم أنتوا والأولاد. تمام ماشي. إيه ماشي. يلا أمشي. يلا حبايبي باي. يلا امشي. يلا على اساس كنت حتقلعهم بابا؟ رح اقلعهم. انا رح اتسبب لهالعيله المزعجه بمصيبه ورح خليهم يندموا على مسخرتهم علي وعليك. رح تشوف. انا بحبها لليلاس. يلا نحن بحياتنا كلها. يلا حبيبي يا اولاد روحوا انتوا هلا. اتفقنا؟ يلا روحوا. نعم اخي بدر. يلا بسرعه. الموضوع متعلق بمستقبل الاولاد وهي الحده ما رح تفيدنا ابدا. ما عم بتصرف بحد بنوب. مالك شايف اسلوبك؟ معقول مو منتبه لطريقه كلامه؟ معقول تقولي للولاد انه رح نتطلق وتهدمي لهم حياتهم كلها؟ بالمقابل عزمنا اهل الطلاب لنورجيهم انه نحن عائله منيحه ونحل المشكله؟ ما فينا نعمل هالشي. اول شي منحل مشكله الاكل وبعدها منبقى منحكي مع الولاد. خليك المسا بالبيت. لميس ليش هيك عم تحكي معي؟ ليش عاجتك شنان بقى؟ ليش لسه مصره على قصه الطلاق؟ انا ماني عم بفهم عليكي. والله كمان مرتضى ما بيفهم مثلك والظاهر انه انتوا الاثنين عندكم لجنان نفسه. طيب لميس ما عم ترد. ما حدا عم يرد حتى جميل كمان. شو كنت بدي قلك؟ لميس قلعت زوجة من البيت ولا انت ما عندك فكرة؟ والله ما بعرف ما حكيت معها. صارت المشكلة معنا والتهيت فيها. صدقيني الموضوع هذا ما نو كذبة. لميس قلعته لزوجة من البيت. عم تحكي عن جد؟ ايه والله مو كذبة. لا ابدا. لميس بدر شو صار معكم؟ شو انحلت المشكلة؟ اخي بدر حلها. عن جد صالحت مع لميس لكان؟ كيف؟ لشان كانوا متخانقين؟ لا لا كان في مشكلة صغيرة كتير بيناتنا بس انحلت وانتهت القصة. حلو. والله كنت خايفة. بدي تعرفي انه عزمنا اولياء امور رفقات الاولاد ليجوا على المطعم لهيك اكتبي لي الوصفات لحتى بلش بتحضير الاكل. ايه خلص لا تاكلي هم هالقصة بسيطة ولا يهمك. منتصل بجميل منتساعد ومنحلها.
نسيت جميل والبقية بالنظارة. وعمي كمان بالسجن، لازم نروح نطلع. ايه خلص خلص، انت ضلي مع الاولاد وانا بزبط القصة. شو عم بتقول يا بدر؟ تعا قلي قبل ما تروح شو عم يعمل خطيبي بالسجن. خلاص اهدي روقي شبك، منعرف لما يطلع. اهدي ما في شي مور. كيف راح بدون ما يخبرنا شي؟ قلي لي شو عم يعمل جميل هنيك. رح نعرف وقت اللي بيطلعوا. يلا على غرفكم بدلوا تيابكم. يلا تعا عصو. لكن منيح انه تصالحتوا يا بنت، وكنتي عم بتقولي انه ملو هيك شيء. شوفي كيف عم يركض ويزبط الامور، والله حلال عليك. رح اعمل اكل للولاد. لا تزعلي يا روحي، ما راح يصير شيء. يلا روحي. شو صاير لك عمي؟ ما عاد عرفتك والله، كانك ما عم تشرب كثير. احكي عن حالك تحسين، يا دوب بتخلي الكاس يلق بتمك. شراب لشو؟ ايه ايه شراب. يلا شو تقلت. شلوني معاك؟ كيف دفن المصاري؟ بس احزر شو، خلينا ما نحسس الاولاد، والله بيخلصوا علينا اذا شافونا. والله بيخلصوا علينا. برايي دير بالك منيح عمي، لانهم كثير متضايقين منك، مفهوم؟ ليش لا يكونوا متضايقين؟ الاولاد بيحبوني، خلص بلاقي شي طريقه راضيهم فيها. تحسين صرنا اغنياء، صرنا اغنياء. تحسين كاسك يلا اشرب. عندنا مصاري بالشوالات يا عمي، بالشوالات. سمعت؟ مو شوال يا ابني، كله كيس صغير. شكلهم دافنين المصاري تحت التراب. سمعتوا شو قال؟ اي والله سمعتوا اخي شاكر. وقال شوالات مصاري كمان. صحتكن يا بشوات. تسلم. تسلم اخي. ما في غيرنا جايين من الصبح صح؟ مثل مو شايفين، قلت بجي لعندكن ونحكي شوي. لا يا روح، يلا ارجع على مكانك. هلا بتدفعني حساب طاولتكم كمان، ما حذرت، مو علي هي الالعاب. يلا نلعب. ليه بتحكي هالحكي؟ الشغله مو مصاري، بس حابب نحكي نتعرف على بعض. جرسون تعا اجمع الطاولتين. وخلي حسابهم علي. يلا لشوف. يلا سجل الحساب عليه، ونزل لي سلطة أخطبوط وسلطة إريدس، وهات مشروب كمان بسرعة. يلا بسرعة. وسجل الحساب عليهم. صحتك. شو ارتحت هلا؟ ايه طبعا ارتحت وطال عالي أهلي. يلا جهزوا حالكم رح تطلعوا. صار لي ساعتين عم حاكي النائب. افتح الباب. تسلم يا أخي، كتر خيرك. بس هي آخر مرة، أنا ما عاد اتدخل بمشاكلكم بعد هلا. رح تخلوني اتورط معكم، اجاني تنبيه من رئيسي بسببكم. بالله عن جد؟ تمام يا أخي، هي آخر مرة، أنا بوعدك. عم تضحك علي جميل؟ عطول هيك بتقول، أنا صرت حافظك. طيب خلص فهمنا، ما عاد تتكرر، هي انتهينا. سيد زهني، سيد زهني، يلا ما بدك تطلع معنا؟ وأنا كمان. ليه المحامي حللك مشكلتك كمان. يلا امشي تفضل. يلا قوم قوم. على مهلك. يسلموا يسلموا. الله يفرج عنك. لا تشغل بالك، أكيد رح يتأكدوا من براءتك بالنهاية. إذا في حدا لازم يتحاكم فهو أخوك. يلا سلامي. الله يلعن هيك أخ، آخرتنا فت على السجن من وراه وراح انفجر. والله يعني من يوم اللي دخل حياتي كل حياتي انقلبت فوقاني تحتاني. خسرت مرتي وانخرب بيتي وما قدرت احمي مصاريكم. طيب وتقلت عليكم بالبيت. لا شو هالحكي هاد، انت الاصل. عمي زهني معتبر مشكلتك هي مشكله مشان الله، على الاقل انت ومرتك بنفس البلد. انا مرتي بدها تطلقني وما عم بقدر اروح شوفها. طبعا عمي شوف وضعي انا كمان، كنت شرطي وهلا طالع من السجن، شايف حالتي شو مسخره؟ على اساس نحن ما بنعرفه، سرق سياره الشرطه وقال لحاله خليني اعمل حالي شرطي بركي بيهابوني. انت شو عم تخبص؟ اذا معتبر حالك فهيم كيف بتتورط مع هيك ناس؟ خلص اهدوا، مو بالمغفر، حاجتكم جنان، اسكتوا شوي. بعدين حاجتك انت وياه وانا غرقان بالمشاكل الادنيه، بكفي بقى. خير شو صاير معك؟ خلينا نطلع بالاول وبعدين بحكي لكم. بتعرفوا شو، خلونا نروح لعندي على البيت نعمل كاسه شاي وبعدين بنفكر على رواق شو رح نعمل. ها فكره كتير حلوه، وانا رح اطلع اتصل بلميس. تمام ناطركم برا. يلا امشي. هي لوين رايح مرتضى؟ شوفي عن جد مو معقول انت بدك تطلع من المخفر بهي البساطة. تعال وقع هون. طيب يلا. طيب خليني وقع. هات وين بدي وقع؟ بدنا توقيعك كمان انت عمي. على عيني. وقع هون دوب اسمع. يعني مالكم راجعين على البيت؟ طيب ماشي. شو الأخبار؟ أطلقوا سراح جميل كمان؟ ايه طلعوا كلهم. وعمي طلع كمان؟ حبيبي قلت لك انه كلهم طلعوا. المحامي حكى لبدر مشان قضية عمي وقال ما في شي عليه أبدا. ايه قال هن رايحين لعند مرتضى. عن جد؟ قديشن محظوظين. شو رايك انا اروح لعندهم واخذ لهم معي شويه اكل؟ يا رب تخير. ما فهمت شو بده جميل بسياره الشرطه؟ معقول يكون اشتاق لشغله بالشرطه؟ ما بعرف. بس نحن عن جد ظلمنا عمي كثير معنا. عن جد هو كان عم يحاول يحمينا ونحن ما ردينا عليه ابدا.
ولا يهمكم، هو بالأول وبالآخر بضل عمنا، بس يجي تعتذروا منه ماشي؟ أول شي لازم نعتذر منك لميس، أنت كتير نبهتينا من بابا بس نحن ما سمعنا. يعني طلع الحق معي، بس ما كان بدنا غير إنه بابا فكري يحبنا، بس الواضح إنه بعمره ما رح يتغير. خلاص شيلي من راسي، ما عاد أحكي معه بنوم. وأنا كمان. لا يا أولاد ما بيصير تحكوا هيك، هو بيضل أبوكم. يعني كل شخص عنده عيوب مو هيك؟ بالنهاية منضل عيلة واحدة ومجبورين نتحمل ونتقبل بعضنا، وبابا بيحبنا بس يعني هو هيك طبعه، لأنه بابا بيحب حاله أكتر منه، هو بيحب المصاري أكتر. نحنا مجبورين نتحمله مثل ما هو، مو تحملناه قبل كل الوقت مع أنه عمل العمايل وسبب لنا كتير مشاكل، بس ما بطلنا نحبه وما تخلينا عنه أبدا. ما منكون عيلة واحدة إذا تخلينا عن بعض مو هيك؟ ما فينا حدا ما غلط، حتى أحمد غلط بزمناته وأنا غلطت وأنتوا غلطتوا كمان، بس ما بيصير أبدا نتخلى عن بعض. نحنا منضل عيلة، عيلة كتير كبيرة وكمان سعيدة. تمام لميس، ما رح نتخلى عن بعض، وعد. ها طيب، مشان موضوع الاعتذار مني يكون بعلمكم إني ما رح أرضى. شو بدنا نعمل لنراضيكي؟ تركوني يفكر بالموضوع شوي. ليكو، يعني إذا بتعطوني بوسة كبيرة هلأ ممكن أرضى. يا فكرة كتير حلوة. حلوة عن جد. شو هالحكي هاد؟ هيك كتير؟ شو هالدلاء؟ ولا ما بيطلع لنا نحنا؟ مو من حقنا. طبعا بيطلع لنا. بعد هيك بعد نشوف دوري. تمام يلا تركي بحاله، وانتي كمان يا عمري تعي. خلاص سامحتينا. ها؟ ما لا لا ما سامحتكم. كيف يعني ما فهمت؟ عن جد بكل هالبساطة بتقلعك من البيت؟ ها؟ هيك بتضبلك أغراضك وبتقلعك؟ والله يا ابني بدك تتوقع كل شيء من جنس حواء، بينسوا كل شيء بثواني. لا وقال بدها تطلق، ما عم افهم شو صاير لها. ابني يا اما بتطنش المرأة يا اما بتحبها، التنتين ما بيمشي الحال. انا بعرف شو مشكلتها معك، مو عندك رفيقة بالمشفى؟ اكيد هي بتكون غيرانة منها، بتضل تجيب سيرتها. قال شافتك عم تشكي لها همك، وقلت لها انك مو جاهز للزواج وشكيت لها عن المسؤولية وهيك. لا ما صار هيك شيء، ليش لحتى احكي هذا الحكي لنسرين؟ هي شو دخلها اصلا؟ قال سمعتك بإذنا وقت كنت هيك عم تقول. لك شو هالحكي الفاضي؟ ما في هيك شيء بنوب جميل، وانا عم قلل الحكي مع المخلوقة بسبب خوفي من لميس. صدقني حاجتك بقى شبهك اللي بيسمعك بيقول عنها فزاعة. ايه لانك ما بتعرفها. صحيح، استنى دقيقة، بتتذكر لما كنا قاعدين بالمشفى وعم نشكي همومنا لبعض؟ تذكرت؟ وقتها صرت تحكي عن مسؤولية العيلة ومسؤوليتك الجاية كأب وهيك شغلات يعني. ايه هلأ تذكرت، معناتها فكرتك نسرين. صحيح كان الباب مشقوق وقتها، هلأ فهمت. ايه تمام تماما. شو هالجنان؟ معقول تفكر مرتضى مرة وتاخد موقف مشان كم كلمة؟ انت شو مشكلتك معي؟ انت ليش بتضل بتلمح بالكلام عني؟ فيك تقول؟ أه؟ شو بدها تكون مشكلتي معك؟ انا بسببك فزت على السجن يا استاذ. تقول المثل غط الجوعان بتسع لحف، ومع هيك ما نام. ايه هلأ تذكرت، عرفت المشكلة. مزبوط تمام، وقت كنا عم نحكي بالمكتب بتكون شافتني من طرف الباب، بس ما شافتك وفكرتني عم احكي مع نسرين عن مشاكلي أنا وياها. في حدا بيطلق مشان هيك مشكلة؟ لا لا مو مشان هيك هي طلبة الطلاق. لكان ليش جميل؟ معليش حاجة تقصت لي الحكي تقصيت أنت التاني؟ مو أنت رحت إجازة مع هاي البنت لحالكن على بورصة؟ قلت لها أنك رايح تحضر ندوة طبية، أم تطلعت رايح أنت وياها لحالكن؟ ما رحنا لحالنا يا غبي، بس طلعنا سوا بالسيارة. ايه تمام، يعني ما عليش حاجة، جنان شافتني بعينها لحالي هنيك. يا ربي كان ناقصني أنا، رح طق عن جد، تحملت كتير بس مو معقولة بقى خلص. أوف. ايه يا ابني، خير بتعمل ما بتلاقي غير الشر. ايه عمي زهني تماما، حكيك مظبوط.
قلت لها اني لحالي واني طالع مع الدكتور عادل. لسه مبارح ما كان في يتحمل مسؤولية العيلة وهلا جاي يساعد الولاة؟ ها؟ شو بيعرفني؟ تعرفي شو لميس؟ بيكون حس بالذنب. والله هيك بيعملوا الرجال بس يحسوا بالذنب، بيصير مثل القطة، بيشتري لك هدايا ورود وشوكولا، بس بيعرف انه هالشغلات ما بتأثر فيكي، ولهيك حول على الأولاد ليبيض وش. ما بعرف يا أحمد، والله ما عاد عرفت شيء. يعني ما عاد عرفت مين الغلط فينا ومين الصح. عقلي ما عاد جمع بالمرة. يمكن كله هذا من الحمل، الله بيعلم. إيه ممكن. مفكر إذا ساعد الأولاد بيضغط علي؟ بس ما حذر، أنا ما رح سامحه هالمرة. النسوان هيك روح قلبهم يختبروا رجالهم كل شوي والتانية. أنت بحالتك شو صار؟ ضبت أغراضك بشنتا وقلعتك برات البيت، ليش هيك عملت يا ترى؟ أه؟ ليش؟ حتى تشوفك بتروح ولا أنت ما بتروح؟ مشان تختبرك شو راح تعمل، بس ما لازم تروح. مثلا مرتك بعثت لك اوراق الطلاق مو هيك؟ ليش؟ ليش؟ لتشوفك راح تتخلى عنها او ما راح تتخلى عنها، وشو راح تعمل؟ ما راح تطلقها. شو؟ والله مزبوط، هاي الحركه مناسبه لتولاي. والله مزبوط. يعني لا تؤاخذني عمي ذهني، بس انت كمان مثلك مثلنا ما فرقت كتير، مثل المثل يلي بيقول الزكافي حافي والحايك عريان، بتعرفه ما؟ انا مشكلتي غير، مشكلتي كتير كبيره، لانه انا سميت بنتي باسم حبيبتي الاولى. ولي يتذكر مشكلته. ولا كلمه غير الموضوع، انسى المشكله كتير كبيره، لا بقى تذكره. انت التاني حدا بيعمل عملتك هي؟ لك حدا بيخرب بيته بايده؟ يا اولاد انا عندي خبره بالحياه الزوجيه بعمركم، كل شيء كان ممتاز، حتى طلع لي هداك الحقير عديم الشرف فكري وخرب لي بيتي. هالحقير بعد كل هالعمر خربها بيناتنا كله بسبب هداك قليل الشرف. اهدى لص، خليه يشرب شاي، اشرب لك شوية شاي. اهدى. ايه بس انتو ما ترجعوا بطريق كنتوا ماشيين فيه وسقوا فيني. اسمعوني، حطوا هذا الكلام حلق بأدامكم. ايه والله مزبوط، والله مزبوط تمام. مع العلم اني ما غلطت بشي، بس رح روح واعتذر يا حزرك. ليش؟ لانه مرتي بدها تطلق. ليش؟ لانه ما بدي طلقها. برافو عليك، انا احييك. ايه بتعرفوا شو ليكو، انا هلا كتير تحمست. حسب حكيك تولاي مو بعثت لي وراق الطلاق، بس هي ما بدها ياني اتركها، وهي فعليا ما بدها يانا نتطلق. تمام عمي، انا رح خليها تعرف، رح خليها تعرف انه انا كنت رح موت كرماله وما فيني عيش بلاها. ماشي. ايه يلي بتكون نيته منيحة يحصل خير بالأخير. عم تفهموا؟ شو يا أولاد؟ يعني يا مرتضى من منيح لأحسن، منيح لأحسن. مزبوط, مزبوط؟ والله كلامك درر، عن جد درر كلامك. صح والله مزبوط. شفت؟ دائما لما بتكون نيتك صافية بصير اللي بدك إياه كلياته. صح. شو بيقول المثال؟ المدرسة بعمرها ما فادت البني آدم بشي، ما في شي بيفيدك إلا المصاري وجيبتك وبس. انتو دفنت المصاري لكان؟ ايه دفناها بالتراب وحطينا حجار كبيرة فوقها مشان ما حدا يقدر يطلع غيرنا نحن وبس. لو خبيتوهم بمكان آمن أكتر بالزمن بتعرفوا غدار. طمان، ما حدا بيقدر يوصل غيرنا، لأنه دفناها بمكان غريب. الجن الأزرق بذاته مستحيل يقدر يوصل قد ما فكر وحاول. يلا يلا لشوف منصورين يا شباب، ما تقلقوا ماشي؟ ايه اصلا نحنا مشكلتنا انه مالنا واثقين بحالنا. تمام، لازم نقوي ثقتنا بحالنا ونآمن بحالنا اكثر من مزبوط. ما رح نتخلى عن نسواننا ورح يضلوا معنا. ماشي. ايه تمام. طبعا يا اخي، صار لازم نمسك الامور كلها بايدنا، نحنا مو لعبه بايدهم. تمام. ايه انت لاحظت ما كان رايه هيك بالاول؟ ما ايه تغير. صح تغير. انا هلا رح ظبط الوضع لحتى تجي. تمام. ايه تمام، رح شوف عزيزه شوي وارجع. ما تنام، المي بتنام والعدو ابدا ما بينام. يلا نشوف، روحوا كلوا قد نسوانكم. يلا تعوا معي. لك حاج تشرب حاجه؟ بشربها احسن ما تنكر. يلا الله معكم. لكان هيك يا مدام تولاي، اذا ما رح رجعك ما بكون مرتضى. اسمع،
ما رح نستسلم أبدا لحتى يصير اللي بدنا إياه. ماشي، أنا جاهز. مساء الخير. وين كنت أستاذ جميل؟ والله بالي انشغل عليك، فتت على السجن وما خبرتني بنوب. روح لعندها يلا بسرعة. أنا الحق معك عزيزة. طبعا الحق معي. أنتي بتعرفي الصح طبعا، وكله بسبب مرتضى و... ياي شو قصدك؟ قلي شو المشكلة حبيبتي. يا عمري يا عمي زيني، نحن غلطنا معك كتير، نحن كتير منعتذر منك. يا عمي نحن صدقنا بابو تركناك منعتذر. عادي، وهي الشغلات بتصير يا أولاد، خلص ولا يهمكن، المهم أنكم تكونوا تعلمتوا الدرس مو هيك؟ شو قالوا؟ خلص لبقى تحاكيني. شو أهل الأمثال، سأل مجرب ولا تسأل حكيم مو هيك؟ يا عمي صح، ورح نسمع كلمتك وعد. يا عمي زيني ما تقلق، نحن ما عاد نتركك ابدا بعد هلا. تمام يا بنتي تمام. انتوا درسوا وجيبوا علامات عاليه ونحن منكون رضيانين عليكم. شفتوا يسلم هالتم لميس، اهم شيء هو الدراسه صح. ليش ابن راسي عم يفتر على الآخر؟ بتعرفوا شو؟ بدي لكم شغلة مهمة كتير. هالمشروب اللي شربناه بهي السارة هو الزول لكل شي لك. عمي يلا قوم، عنا شغل. قوم يلا قوم نشوف. أنا الله نشوفكم. الدنيا عم تفتل. استنى ابني استنى، أنا ما فيني روح هيك أصلا، إذا رحنا ما حدا رح يضل يفوتنا على البيت. ما هيك تعمل، هن بيوصلونا على الباب ونحن وقتها منروح لعند عمي جنيده. شو يلا قوم عمي قوم. طيب ليش ما بتجوا معنا؟ منكمل السهرة سوا. سهرة شو بعد هلا؟ لوين بدنا نروح؟ والله ما لي حيل امشي خطوتين. عنا مزرعة حلوة هواها بيرد الروح. شو بتكونوا صحصحتوا ومنكمل السهرة للصبح؟ لا انا بكره هالمزارع، كل المزارع ملعونة، ما بحبها ولا شيء. بتعرف شو صار معي من فترة؟ انا رحت على مزرعة وقعت راس غزال على راس واحد وكسرت له راسه ومات بأرضه. قديشك مهضوم يا فكري، بس مزرعتنا غير. ليك نحن ما أحلانا صرنا أصحاب، وبعدين ما منكلفكم بشي صح؟ شو رأيكم؟ نروح؟ منروح منروح، خلص منروح معكم. ليكو أنا في عندي شرط، أنا ما بروح بالباص مثل الفقرة، أنا بكره الباصات، وبما أنكم بدكم تستضيفوني لازم تكون عزيمة محترمة، ما رح أروح هيك على الفاضي، لازم تعملوا لنا كل شيء حلو ونكون رواق 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 على الآخر. طبعاً ولو رح أعمل لك كل شيء، يلا بصحتكم. قديش حلو نكون مجتمعين سوا، بس يعني ضل مرتضى لحاله بالبيت. شو رأيك نروح واسي وأقعد معه شوي؟ روحي فيفيان، جربي حظك. عن جد عم تحكي أنتي؟ معناتها رح روح. خلص عدي عدي لا تروحي. عدي لوين قايمة؟ لوين بدك تروحي بهالوقت هاد؟ ما رح يفتح لك الباب، ما تعذبي حالك. أنا رايح لعنده بعد شوي، خلص بقعد معه. شو عرفك جميل؟ شو عرفك يعني؟ بركي بده التنتين سوا. انتو الرجال ما بيحزر عليكم بنوب، بركي بده يبكي على تولاي على كتف فيفيان مثلا. انا برأيي روحي، والله جربي حظك. انا رايحة لكان، شو رأيكم؟ رح خلص عم قلك. لا عدي اوعد تتحركي من هون. عدي لشوف، خليتوني اتهنى بكاسة الشاي. شو هاد يا؟ كان الرجال حيموت بسببك. ما تخليني أحكي، بدي أحكي لك شي كلمة. أنت شبك؟ لا حكي لميس تماما مزبوط. يعني كل اللي بتقوله لميس صح 100% وما حدا جادلني. إيه إيه رايح لك. صحيح ليك شو جبت؟ جبت لكم كستنة حلوة. إيه شي كتير منيح. إيه أكيد. هي وحدة وهي وحدة تانية وحدة ثالثة وحدة رابعة. اشتريت لكم كذا نوع كستنة، يعني بركي مرتي الحلوة جاي على بالها شي محدد. خدي ليكي الزهر إلك، انت بتحبي الزهر ما؟
قلت لي بيجيب ورد ما هيك؟ جاب كستنا. 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 ايه ورد ورد. اذا بدك بجيب لك ورد كمان. طبعا رح تجيب. معلش تجي معي شوي حبيبتي لميس، تعالي شوي. عفوا. كانت مرتي تحب هالأكلة. ايه صحيح، البنات عم بيناموا هون وانا رح نام مع الاولاد وانت فيك تنام مع عمي بالصالون. طيب ليكي يا روحي، انا بعرف انك متضايقه صح؟ انت علقتي عن سرين. لا هالحكي مو صح. بلا صح لميس، انا كنت عم احكي مع مرتضى واضح، بس انت ما شفتيني لانه كان الباب مشقوق شوي، فكرتيني عم احكي مع نسرين. بعدين شو هالجنان هاد اساسا؟ ليش لحتى احكي مع نسرين واشكي لها همومي؟ مين هي اصلا لحتى احكي معها؟ همومي ما كان هي. طيب ماشي، انا اضطريت اكذب عليك كذبة صغيرة واضطريت روح على بورصة مع نسرين لحالنا، وبعرف كان لازم خبرك، بس انا رحت بسبب الدكتور عاكف، بعدين هو اللي اصر انه نروح سوا مشان نراجع اللي رح اقوله بالمحاضره. شو بدي اعمل يعني؟ شو ذنبي؟ خلص اسكت، كل ما بتحكي بتزيد الطين بله. ما بدي اسمع شيء. انا رح خبر الاولاد انه نحن بدنا نتطلق، مفهوم؟ ما رح اتراجع بنوب. ما رح اتراجع بنوب. ماشي تمام. بسيطة روح، هي عم تحاول تستفزك، انت تخطيت كتير مشاكل ورح تتخطى هي كمان. بلش. انا ما بسوى شيء من دونك تقولي. حبي إلك حب أعمى كتير وماله حدود. شب أنا بقى مرتضى، صار لك ساعتين ما كنت تقدر تحفظ سطرين على بعضهم مرتضى. طيب شو بدي أعمل بحالي؟ أنا ما عم بقدر كذب، حاسس بشي غريب كتير ما بعرف شو هو. كذب؟ كذب شو؟ أنا صار لي ساعتين هون مشانك، تركت خطيبتي وإجيت كرمالك. فهمان كتر خيرك، يسلموا، بس ما عم بعرف قول، كأنه لازم أقول شغلات طبيعية أكتر، ما عم يزبط معي هذا الحكي المركب والجاهز. شو طبيعية؟ شو عم تقول أنت؟ لازم تقول شعر كله كلام موزون، تحسسها أنه طالع من جوات قلبك، لازم يوجع قلب عليك، احكي بحرقة، ابكي، ورجيها بعيونك لمعة حزن. تمام تمام، تحركت مشاعري، سجل يلا بسرعة، خليني جرب، استعجل. يلا روح يا بطل، بلشنا تصوير. تولاي، حبي إليك حب الورد الدبلاني للمي، لو بتعرفي كيف رميت حالي عالموت كرمالي وبيكفي. مش الحال؟ مرتضى لوين رايح؟ لك لسه ما خلصنا تصوير، شو عم يصير لك؟ يا الله. وبعدين ما طيب خلينا نشوفه وبعدين بنحكي. ايه تعال شو بتوقع هاي البداية شكلها كتير زبطة. ايه بدك تمنتج الفيديو لنقدر نبعته ولا شو رح تعمل؟ قل. لا لا مو انا رح منجه، انا بدي اخده لعند واحد هو بمنجه. طيب ماشي. في جنيدو جنيدو، هجمت علينا الكلاب يا ابني، مو شايفهم. قوم يلا قوم، قلعهم يلا بقى، يلا جنيدو. اخ اي تحسي شو وين نحن هون؟ الو عمي. نحن وين قاعدين؟ وين جابونا هدول مبارح؟ شو هالمكان هذا؟ مو على أساس جابونا لمزرعة الكلاب تبعهم شان نسهر؟ لا ولك شو هاد؟ ولك شو هاد؟ مربطينا مربطينا كمان؟ شو هالمجانين؟ ليش مربطينا؟ ما فهمت، ليش جابونا لهون؟ شو بدهم؟ يا شباب ألو. ها إجا إجا ليكم. لا هلأ نايمين، شو قصتكم؟ حاولنا كتير نفيقكم بس كنتوا مطفيين. إيه شو عم تعمل انت مجنون شي؟ تعا فكنا، معقولة تعمل هيك فينا يعني؟ تعا يلا اللي لشوف وين دافنين المصاري. اللي وينه لنترككم تروحوا. مفكر انه نحن معنا مصاري تحسين؟ سمعت شو عم يحكي؟ إيه لو معنا مصاري يعني ليش لحتى ندفنا؟ مشان تطلع شجرة مصاري يعني؟ انتوا هيك قلتوا طول الليل عم تحكوا عن المصاري،
قولوا لنا وين حاطينا بتطلعوا من هون فورا. بموت ولا بعطيك مصاري، انت لسه ما بتعرفني ولا ايه؟ موت وتصطفلوا، ما رح تطلعوا من هون لتقولوا لنا وين حاطين المصاري. سعركم بسعر الكلاب يلي هون، عم تفهموا؟ عو عو عو. شو صار فكري؟ امبارح كنت عم تضحك. عو 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 عو. شو عم يصير معنا عمي؟ يا ولد ارجع ارجع، طلعونا من هون. لك شو هالجنان هاد؟ ارجع. شكلنا وقعنا بيد عصابة. هي اكيد من دعاوي بابا. يا زميل اللي لشوف اللي انت شو عامل؟ شو دفنت وين؟ يلا قلي لسا جنينة. شو رح نعمل هلا؟ شو رح نعمل عمي؟ شو بيعرفني انا؟ اتصل بلميس خليها تجي وتنقذنا، ابعت لها العنوان. خلص مشان الله، الرجال مربطنا وحابسنا بقفص، رح يترك لنا الموبايل عمي؟ ما بعرف بس مبين انه جدبان، بلكي تركوا لنا اياه. والله طلعوا جدبان عمي. يلا بسم الله، تفضلوا فوتوا. انت منيحه؟ منيحه منيحه. اوف يا الله يا عزيزه، انا بس بدي اعرف ليش اجيتي، كان المفروض انك ترتاحي بالبيت. بقعد معكم هون بتسلى شوي، انا مليت من القعده بالبيت. يا على مهلك. استني على مهلك. اخ هيك بقول لك الوصفه وانت بتعملي الاكل اسهل مو هيك؟ نعم تحسين، بأي وجه عم تتصل فيني؟ قولي لي هذا الواطي شو بده؟ ليك يا اختي لميس اسمعي، نحن محبوسين، في عصابة خطفونا، تعي انقذينا يلا بسرعة. بنتي بنتي حبيبتي، أبوكي محبوس ما بعرف وين بالضبط، تعي وانقذيني يا روحي. كيف؟ شو عم تقولوا؟ انتوا وين محبوسين؟ نحن بمزرعة كلاب، الرجال هون رح يقتلونا يا اختي لميس، تعي انقذينا، هدول الجماعة كثير خطيرين. روحوا وضحكوا على حدا تاني، أنا لا عندي لا وقت ولا طاقة لحتى أجي أشتغل فيكن، وأساساً الشرطة عم بتدور عليكن ورح يقضوا عليكن عن قريب إن شاء الله. شو صار؟ شو انقطع الخط يعني؟ سكرت بوشي؟ لا تقولها عمي، وكمان الشرطة عم يلاحقونا. لك شو شو عم تحكي؟ عمي هلأ ما رح نقدر نتصل بالشرطة ونطلب منها المساعدة، يا ربي شو رح نعمل هلأ؟ شو يا بديش اهدى. عمي اهدى لا ضايق حالك، أكيد عم بيدبروا شي لحتى ما نلحقهم. لميس لميس لميس. ست نجيبة خير شبك؟ شو اللي صاير؟ مرحبا سيد زهني، كيف صحتك؟ يا أهلين انت شلونك؟ منيحة منيحة بتشكرك الله يسلمك. لميس لو تعرفي شو صاير فينا، منيح انه انتو فتحتوا المطعم. طيب احكي شو في عندك؟ ايه ايه ليكي رح يبعتوا مفتش من الوزارة رح يفتشوا المطعم هلأ. كيف؟ ايه والله. طيب هلأ شو بدنا نعمل؟ ملأ وغير يجوا اليوم، في عنا عزيمة المساء. ايه بابا كان في إله أصدقاء من أصحاب النفوذ وهن بعثوا لي خبر بالسر، في ناس مقدمين شكوى على المطعم. ومين اللي مقدم الشكوى؟ راح تشوفي، أنا راح ورجيكي إنه هدول الناس ما إلن علاقة بمدرستنا. أنت عم تحول الموضوع لمسألة شخصية، ما بيصير تعمل هيك. أنت لازم تروق شوي، شوف كيف السيد بدر مهتم بالولاد الصغار. أنت راح تندمي. لكن ليكي ما اجا، هدول الحراميه اللي جايين هون جايين بكل عين وكحل. اخي بدر الكل هون عم يطلعوا علينا. ماشي اسمعوا، نحن شو اتفقنا؟ شو ما عملوا رفقاتكم معكم انتوا ما رح تتنازلوا، ماشي؟ انتوا رح تشرحوا لهم وهن رح يفهموا انكم مالكم مثل ابوكم. يا ريتك انت كنت ابونا يا بدر. كانوا قالوا عنا ولاد الدرتون. شو جاب هالقصة هلا؟ ليش نحن يلي منحدد قيمتكن، أنا ولا أبوكن منحدد سمعتكن؟ روحوا عدو هنيك لشوف، عدو هنيك. أنتو بدكن هاي؟ بدكن مو هيك؟ لأنكن بتقدروا تشتروا كتير شغلات. طيب ها بدكن اياها هلا؟ ايه طبعا بدنا اياها اخي بدر، لساتها 100 ليره نقدر نشتري فيها حتى لو هيك. هذا هو حكي، هذا الشيء اللي بقصده، يعني نحن مهما جعلكناها مستحيل انها تفقد اي شيء من قيمتها. يعني ولو شو ما صار فيكن وشو ما واجهتوا انتوا لسه انتوا، وما دام ما فقدتوا اصلكن يا اولاد ما رح تخسروا اي شيء من قيمتكن، مفهوم؟ معناتها مدام هيك
خذوا هي لحتى تضل معكم اليوم لكان. اطلبوا شي لرفقاتكم على حسابي، دللوا. شكرا كثير اخي بدر. بدر عن جد شكرا كثير. العفو، يلا لشوف يلا. شو يا بنات؟ مرحبا كيفكم؟ يلا تعوا فيكم معه مصاري، خلينا نروح على الوصول. وبسبب هالشغل صار المطعم هون كثير نظيف. ايه انا شغلي قرب يخلص يا ست نجيبه. ها والله انت مثل النحل يا سيد زهني، صدقني انه البابا كان مثلك تمام، كان يشتغل كل حياته بدون وقفه ابدا مشان عائلته. انا والحمد لله ما بيصعب علي شيء ابدا. لك انت شو عم تعملي هيك لحالك وانت حامل؟ تركي من ايدك لميس، انا بشتغل عنك، وقفي يلا. انا عم قلها من الصبح بس ما عم تسمع لي. رح يجوا يفتشوا اليوم المساء ولازم ننظف منيح. طيب في مين يشتغل عنك؟ ليش انت؟ خلص عدي وارتاحي. وانا رح اعمل رز ظريف بالزبده ورح يكون كتير طيب كمان. لا انا اللي رح اعمل الاكل، انت ما بتقدري تقومي وانت بهالحاله. الرز مو شغلتك، انا بعمله. كل شيء عم بيصير ورا بعضه، شايفه كيف؟ يعني علقنا اعلان انه لازمنا طباخ وما حدا اتصل فينا. ولا يهمك، اصلا انا بكون تحسنت لوقت ما يجي هداك الطباخ، خلينا نمرق هاليوم. ونحن كتار يعني مندبر الشغل. ايه في احمد وفي كمان مرتضى، يعني بتتدبر. انا بعتت احمد على الجامعه استاذه اجا، رح يجيب الاولاد وهو راجع، واساسا ما عاد في شي عندي اسمه مرتضى. وجميل راح مع مرتضى كمان، ما بعرف هن الاثنين شو عم يعملوا، مقضينا كل الوقت سوا. خلص منشتغل كل شي بلاهن. صلحت. خير. فرا فرا وينها؟ لقيتها. تعي لهون، تعي لهون. ليه؟ تعي لهون. هاي وينها الآن؟ وينها؟ هاي خير؟ شوفي ليش خايفين لهالدرجة؟ لا إذا فارح بدر تكرف الله يخليك. اقتنع ستعمل خليل. رح اشتري سم وارجع. لا بلا سم لأنه بنعمل أكل بالمطعم. ليك بدر اشتري شيء لقى مو سم. طيب رح اشتري المصيدة اللي بتلقطها، لا تاكلها. لا تتأخر، بسرعة بسرعة. يا ست نجيبة إذا الفارة إجت لعندي هيك ادعسي عليها فورا برجلك. يا مر تعي لعندي أشوف. بعضها فوق بعضها. دخلت الجبال بيننا. حلو. دخلت الجبال بيننا. تمام. يلا مرتضى خد اقرا لشوف. هذا كتير حلو. روح. أظلم أفقي مثل شعرك الأسود، عندما لم تنظري إلي وضعت أخطائي فوق بعضها مثل أوجاع. لقد دخلت الجبال بيننا. بصراحة مو كتير عاجبني هالبيت. لك يعني برأيي المفروض نعمل إحساسات أكتر من هيك، يعني بظن لازم نجيب شعر جاهز، قصدي ما نخاطر يعني نعمل الشغلة ونحن ضامنين. لشو لك أن طلبت مني إني أكتب شعر؟ صار لي قاعد ساعة محاول كرمالك. يا الله منك، ليش قلت لك تكتب شعر؟ أنا قلت لك رح أقرأ بيتين، أنت قعدت وبلشت تكتب. طيب مرتضى اعمل هيك واوعك تعب لو شعره منك مشان مرتك اللي بتدعي انك بتهتم فيها كل هالقد. خلص روح، الا الشعر قايله حدا من قبلك لشي الف وحده. خلصنا بقى، انا الحق علي. لو بعرف انه ما بدك تتعب مشانك كنت ما تعذبت. ومن اليوم رايح لا تجي وتقلي جميل ليش تولاي ما عم ترد على فيديوهاتي. مزبوط يلي عم تقوله. طبعا مزبوط اللي عم قوله، ما انت قريتها بنبره غلط لهيك ما مشي الحق. انا ما بقدر اعمل صوتي هيك ولهالسبب ما عم يطلع صح. جميل شو رايك نجرب مره تانية؟ را انت قدامي لشوف. ماشي اسمع. اظلم افقي مثل شعرك الاسود عندما لا تنظر الي، وضعت اخطائي فوق بعضها مثل الاوجاع. دخلت الجبال بيننا. على فكرة أنا كاتب لك شعر بيستاهل جائزة. أنت لما تعمل هيك حتى أنا بتأثر، هادي اللي عم يصير. بس لما أنا أقوله بيتحول لشي تاني مختلف على الآخر. طيب لا تاكل هم رح يزبط. قوم هلأ شغل لي شمعتين هني ورتب المواضيع كلها وجهز المكان، خلينا أسجل فيديو يلا. يا رب هاي قاعدة.
خليني سكر الستاير. وهي شعلة الشموع. تولاي ما كانت تسخط شعالهم. رح شغل موسيقى. استنى الأشعل هي. مثل شعرك الأسودي. يلا حشغل موسيقى. يلا. يلا. قل لي شلون بدي أقوله؟ كون عاطفي، يعني وضح المشاعر. أظلم أفقي مثل شعرك الأسود عندما لم تنظري إلي، وضعت أخطائي مثل الألم فوق بعضها دخلت الجبال. انت شو هذا اللي عم تعملوه هون؟ انت شو عم تعملي هون؟ نزعتينا الشغل كله. ليش هالمره عم تفوت على بيتي كتير يا اخي؟ ما عم افهم شلون عم تقدر تفوت، يعني لانه انا معي المفتاح مرتضى. انت كنت عم تقرا شعر عاطفي مو هيك؟ تريد تقرا لي شوي لاسمع. جميل، خدها من هون. والله انا ما بيهمني اذا عملت عمليه ولا لا، خدها من هون، خدها من هون. امي معي. ليش عم تجي كل شوي؟ قلنا لك لا بقى تجي لهون. شو بيصير لك انت؟ يا الله دخيلك، يعني هو حر بحياته، هو ما بده ياكل، ليش ما عم تفهم يا شيء؟ انت وظفته لهالمجنون يا مرتضى؟ ايه وظفت. انا كثير ضايق، خلي لحالي، خليني ضل شوي معكم. صار الفخ جاهز؟ جاهز، مشيك حطه ورا الباب وديري بالك منيح. بدنا نحط جوا كمان؟ لا بلاها، هيك ما بيصير. شو رح نقول إذا أجا التفتيش؟ رح نقول لهم في عنا فارة يعني؟ حطوها بمكان مو مبين. مزبوط عم تقول. لميس أكيد الفارة بيكون في عندها أولاد وكمان عندها زوج. لا لا تقوليها، لا مو لا تشغلي بالك. حطه هون، حطه هون. طمني، في هون فخ بكفي لكل سلالة، لا تخافي بالمرة. عم تمزح يعني؟ عزيزة حبيبة قلبي أنا إجيت. فيفيان، ليش كلكم مجتمعين هون وتاركين الزباين عم يستنوا؟ في زباين برا؟ لك هذا هو يا بنات، المفتش إجا. إجا المفتش وكأنه زبون بلا ما نحسسه. ماشي 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 ست نجيبة، مشان الله لا ترتعبي لأنه أنا عم برتعب من وراكي. لكي عزيزة خدي أدوات التنظيف وبلشي بالصالك. طيب مين عم بيتصل؟ رد على موبايلك، هون ما في ولاد، مالك مضطر تمثل. لا تدقق يا ابني. بيقول النظافه من الايمان ست نجيبه. ما بيرتاح قلبي اذا ما نظفت هالمطبخ 5 مرات باليوم. اهلا وسهلا، مرحبا، كيفك؟ مرحبا انا منيح، كيفك انت؟ منيحه، شو بتأمر؟ لو سمحتي بدي فاصوليه بيضه مع رز، كل شيء لحال. امتى رح تشوفي طلباتي؟ خدمتكم بالمطعم هون كثير بطيئه. لا تواخذني انا جايه دغري. بتحب تشرب شيء؟ الندوة خلصت ورح ترجعوا؟ حلو، اتصلت لحتى تقولي لي؟ لا يا سامي، أنا فكرت كتير وما رح يرتاح قلبي إذا ما حكيت مع مرتك، أنا عن جد مزعوجة. طيب طيب تعالي وأحكي معها. شو بدي أقولك يعني؟ ليكي نسرين هالموضوع انتزع تماما وصار كتير سخيف. تعالي ويصير يلي بده يصير. شو نعمل يعني؟ نحن اليوم بمطعم لميس، ماشي؟ أنا رح أبعتلك العنوان برسالة وبتجي. طيب أنا على الطريق أساسا وجاي بالسيارة تبعي شوي وجاي. طيب طيب ماشي، شوفك لك. عطشان، رح موت من جوعي، افتحوا لي وينكم؟ عمي خلصنا، ما حدا رح يسمعك، لا بقى تصرخ، صرعتنا. ليك تحسين، دبر لي شي مشان اكله بعدها بسكت فورا، والا انا رح روح وخبرهم وين نحن دفعنا المصاري تبعنا، لانه انا ما بقدر اتحمل الجوع والعطش بنوب يا ولد، عم تفهم؟ عمي لا تحكي هيك، سكوت، اوعك تحمل. لو سمحت نقعد هلأ ومنفكر بشي طريقة لنطلع فيها من هون. طيب روق شوي. كيف الوضع عندكم يا حرامية؟ يا ترى مروقين هون؟ تعال شوف يا بطل، تعال مشان تاكل وتشرب. اسمعني منيح، انت رح تقول وين المصاري هلأ أو بعدين. استسلمت ولا لسه؟ لا لسه ما استسلم. ما على إلا نحن إذا متنا أنتم ما رح تقدروا تعرفوا وين حاطين المصاري تبعنا. معقولة ما عنكم عقل يعني؟ أنتوا لما تقربوا تموتوا وقت رح تقولوا أساسا، لأنه قيمتهم مانا أكتر من رواحكم. لا أنت ما بتعرف قيمة المصاري عنا. شو هاي الريحة دخلك؟ هاي مو لحمة؟ شو يلي صار؟ لا تكون اشتهيتوا الأكل. هاي كلها مليانة لحمة، أعطيكم شي قطعة منها؟ لا أصلا نحن مو جوعانين. مو هيك عمي؟ مو جوعانين نحن. منيح، يلا امشي. لك انت ما عندك مخ يعني؟ شوف شلون عم ياكلوا هن مبسوطين على الاخر، مو مثلنا نحن.
عمي، إذا نحن ما قدرنا نخدع لميس فينا نخدع الأولاد. الظاهر أنا مو بقيان عندي عقل بسبب الجوع، اتصل فيهم اتصل. ايه كول، انت وقهرني كول، صح وهنا. رح نخليها تشفع على عمي، نحن أطفال وما بتخجلنا، وهيك بتسامحوا بعد فترة، شو رأيك؟ لما نصالح بين عمي ومرته هالشغلة رح تكون هدية كتير حلوة لعمي. ايه طبعا. ألو مرت عمي. حلو. ايه مرت عمي، أنا ليلاس، أنا بكون أخت لميس، ذكرتيني؟ عمي قاعد هون عنا بالبيت. كملي. لا على مهلك، اوعك تسكري، بس اسمعيني لو سمحتي. الحقيقة يعني والله عمي صعب وضعه، مرض وهلا متسطح بالتخت. ايه والصراحة كمان من وقت ما انت تركتيه هو حالته سيئة ومتسطح بالتخت على طول. لو تشوفي هو دايما بذكرك بالخير. ايه دايما بيقول اشتقت لحبيبتي ومرتي الحلوة، ما بتمر لحظة واحدة بدون ما يجيب فيها سيرتك. والله انت اغلى شي بالدنيا، دايما بيقول انت اغلى شي بالدنيا، لو تشوفيه لا يتقطع قلبك عليه. ليلاس مع مين بتضل عم تحكي؟ ليش خطة مشغول؟ هي بتحكي كتير اساسا، ليش عم تتصل فيها؟ اتصل بالثاني، يلا دق له دق له. ونحن ما عم نقول لك لازم تصالحي، بس بكفي انك تحكي معه ولو مره واحده مرت عمي. اي صح، نحن خايفين يمرض اكثر. والله خلص لا ترد فيكم. ليك اسمعي شو رح اقول لك، ليله عاملين عشاء بالمطعم تبعنا، بعطيك العنوان وانت تعي لهنيك. إيه؟ شو رايك؟ حلو، ممتاز. حلو. هلا رح اعطيك العنوان مرت عمي، انت جاهزه؟ يعني حامله معك ورقه وقلم؟ ايه ممتاز. وهاد كمان فصل المكالمة عمي. شو هالولد وشو هالعيلة، وقت بتتصل ما بتقدر تحكي مع حدا، ما بيهمون إذا متت. أنا ما بقول عنهم عديمين الفائدة بدون سبب، شفت إنه كان معي حق. إيه شايف كيف يا عمي، أنت طعميتهم وكبرتهم بعدين قلعوك وداروا لك ظهرهم، هيك ولاد هن اللي عم يدمروا البشرية والله. طيب بمين بدنا نتصل هلا؟ بأحمد. إيه أحمد، اتصل بأحمد، لسه الأحسن لو معنا رقم حبيبته، يعني كنت الجديدة، كان هالشي كتير حلو، يعني كانت إجت لهون فورا لأنه عقلة مثل عقلي وكمان فيوزاتها ضاربة كلها. شو بدك؟ ابن عمي مو؟ نحن بوضع والله كتير صعب، هلأ وقعنا بإيدين بياعين كلاب والجماعة ناويين يقتلونا. تعال وانقصنا يلا. ايه وأنا شو دخلني؟ بالأول رجعوا المصاري اللي سرقتوها من الأولاد، ماشي؟ بعدين منحكي. اسمع أحمد، وينك؟ وينك؟ شو اللي صار؟ وهذا سكر بوشي. أنا رح ورجيهم بكرة، بتشوف فصلة أطلع منه شو رح أعمل فيه لهدول الأولاد قليلين الأصل، بورجيهم بكرة. بدي من هلأ ورايح حل أموري لحالي، ورح يشوفوا شو رح أعمل لما يحتاجوني. إيلين شو رجعت؟ ليش ما عم تردي علي؟ قلنا لما بكون فاضية وما فضيت. إيلين ماشي أنا بعتذر، خلص بكفي لو سمحتي، أنا ضايقت من بدر مشان هيك كنت سخيف. لا أنت قلت قناعتك، هي هي طريقتك بالحكي على طول. إيه ليش برأيك؟ لأنه من مبارح حابين تذبحوا الزلمة بدون ما تسمعوا أو تفهموا أي شيء. مين نحن؟ أنت وأختك يا أحمد، أنتوا عم تتصرفوا كأنه كل الناس يلي بدهن يجتمعوا ليخونوكم. وأنت ليش عم تدافع عن بدر؟ أحمد أنا ما عم دافع عن حدا، أنا عم أقول إنه في طرفين بالعلاقة، عم تفهم؟ يعني إذا شفنا بدر مع وحدة لازم نشنقه، وكلام إلين ما بينوثق فيه، كلام أختك هو المقدس مو؟ قولي لي أنا قلت هيك. أحمد أنت سهل كتير تصدق كلام الناس، فلا تورجيني وشك قبل ما تحدد أفكارك، مفهوم؟ إلين استاذي، استاذي انا كنت عم استناك، عم استناك من الصبح، لا عم استناك من عدة اسابيع. معلش نحكي شوي بس. بالمكتب. ماشي بالمكتب. ليش عم تستناني يا أحمد؟ أستاذي يعني مثل ما بتعرف أنه أنا ما رحت على أمريكا، وأنت ما كنت موجود، وبدي منك ترجعني على الجامعة. وليش لأعمل هيك شيء؟ أستاذي أنا بعرف أني خيبت أملك وكتير كمان، بس عن جد عندي أسباب كتير صعبة، لو بتسمعني بس. بعرف كل شيء، الكل عم بيقاتل من شانك إلا أنت يا أحمد، لازم تعرف قيمة هالشي. إلين قالت لك شي؟ بما إنك بدك ترجع مرة تانية، بدك تكافح منشان فريقك، لأنه بيلين حابة تصير مساعدتي. مين بيلين؟ أنا بيلين.
هاي آخر فرصة إلك. قدامك 3 أسابيع، واحد فيكم رح يكون مساعدي. إذا شفت حادثة وحدة إلك خلال هالفترة رح تخسر. تمام استاذ. اطلعوا هلأ، في امتحان بالقاعة 103، روحوا راقبوا الطلاب. ماشي. يلا. ايه يا احمد. نعم استاذ. وكمان بالذات مع إيلين، لا بتسلم عليها ولا بتوقف معها، تحديدا بقلب الجامعة. فهمت مو هيك؟ فهمت استاذ. بوعدك اني اربح. برايي لا تعب حالك على الفاضي، لانه المنصب من حقي. سمعت كمان عن المشاكل اللي عملتها بالجامعه، يعني برايي يا احمد ما عندك فرصه بنو. انا عيني عليك وراح اشكيك فورا اذا شفت شيء. بتعذب كل مرة بفوت فيها الحمام، افتحوا لي الباب ارحموني بقى. عمي حبيبي مشان الله صبر شوي، رح نلاقي طريقة نطلع فيها من هون، بس انت تحمل شد حيلك. نحن ما خلينا حدا بالعيلة ما اتصلنا فيه، يعني بمين لسه بدنا نتصل؟ نتصل بحدا مو من العيلة، بشرطي سابق. حبيب عزيزي هداك الطويل اللي شو كان اسمه عمي؟ لك ايه جميل. جميل ايه جميل. اتصل بجميل اللي اتصل فيه، هذا بيرد علينا. الو اخي جميل، انا تحسين ابن عم لميس، شو عرفتني؟ ابني جميل تعالوا انقذنا يا اشجع شرطي بالعالم يا هازم الاعداء. شو 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 عم تقول عمي فكري؟ شو عم يقول؟ شو بده لسه؟ كيف يعني ربطوكم؟ معقول هيك شيء؟ طبعا انا رجل شرطه رح اجي انقذكم، اعطيني عنوان وبيجي لعندك فورا. هات شو في مرتضى؟ لك اتركه بعد. ليش سكرت الخط؟ يمكن يكونوا بموقف صعب، نحن لازم نساعده. جميل انت ليش فورا بتتحمس لما بتسمع كلمه شرطي؟ مشان الله اتركهم، هدول احتالوا على المدرسه، اللي بدهم اياه يعملوه. شو عم يتصل؟ هاتوا هاتوا يا جميل بعد. جميل اوعك، وهي سكرت الخط. بس يا مرتضى الشرطه هذا واجبها، الشرطي مجبر انه يساعد الناس المناح والعاطلين اذا كان بدهم مساعده، مو عكيفه. انت شرطي سابق جميل، شرطي سابق، مشان الله ما حكينا مليون مره بهي القصه، لو سمحت بكفي. عم يتصل فيني، شو اعمل له؟ شوف هاي سكرت، ليش؟ لانه انا مو شرطي وانت راح تسكر. ليش؟ لانك مو شرطي، ما في شرطي هون، فهم بقى؟ طيب ماشي، رجع يتصل اطلع. تولاي؟ ما قصدي تولاي، قصدي فكري، سلطتوا علي هلا. لا لا تولاي عم تتصل. إيه؟ فيك صح؟ شو كيف بدي احكي معه؟ شو بدي اقول هلا جميل؟ انا اهدى شوي ورد عليها قبل ما يفصل. يلا رد احكي. كيف صاوي صوتي يعني؟ عم احكي بشكل طبيعي، رد قبل ما يفصل. يلا يلا. الو حبيبتي، شو كيفك؟ عجبك الشعر تبعي؟ بس تولاي لا تقولي هيك، جازفت بحياتي كرمالك. لا تحكي هيك مشان الله بترجاكي تولاي، لا تحكي هيك معي. بس انا اعطيني شوي. هات. الو مرت اخي، انا جميل. ايه جميل مرحبا. مرت اخي بدي اقول لك شغله، هذا الزلمة تعب كتير مشانك وحالته سيئة، ليكون بعلمك يعني. شو شو لا ايه 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 اها ايه ما عاد بدك يا ابدا. بس يا مرت اخي الو هي سكرت. شو هاد؟ قالت انه لا بقى تخليه يتصل، قال هي رح تغير رقمها، قال لك انه كل شيء انتهى بيناتكم وخلاص. بعرف قالت لي هيك كمان.
أنا شو بدي أعمل هلا؟ كيف بدي أعيش بدون تولاي أنا؟ ألف صحة وهنا. قلي شو رأيك بالرز تبعنا؟ طيب، كل الأكل طيب. أنتوا اللي عم تديروا المكان هون؟ إيه إيه، أنا وعزيزة اللي عم نطبخ، وهي أحسن طباخة بكل إسطنبول. شوفي الحقيقة أنا حامل، يعني بيصير معي شي مثل الحزقة وهنن بخافوا علي. سلامتي، انت منيحة يا روحي؟ ايه منيحة، الأكل طيب مو هيك؟ عجبني كتير، شكرا لك. العفو أستاذ، صحة وهنا. بدر لاقي حل مشان الله. يعني شو بدك يعني أعمل حبيبتي؟ كيف بدي أمسك الفارة؟ أنا رايح المطبخ. الشاي صار جاهز. نجيبة خانو متحمست شوي وصرخت إنه الشاي صار جاهز. بتحب تشرب شاي؟ إيه بشرب كاسة معلش. ما في ملح بهي أختي، ما في ملح. شوفي ما في بنوب. هات ارحبي لك فورا. فهمت علي مو هيك؟ فهمت علي؟ إيه فهمت عليك. ليش معتبرني غبي؟ نادي لهم يجوا. ألو، تعوا لهون، تعوا خلونا نحكي شوي. تعوا وإلا ما رح نسكت، تعوا لعنا بسرعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما رح تخبرونا بمكان المصاري؟ وينو هداك الأغا الكبير تبعكم؟ راح السوق. شو؟ استسلمتوا مو هيك؟ وين المصاري؟ شوف شو بده هالذكي. اسمعني يا أخي، صحيح انتو محتالين، بس نحن محتالين أكتر، وما رح نخبرك عن مكان المصاري ببلاش. شو يعني؟ اسمع لك، وهلأ انسى الأغا تبعك ماشي؟ خلينا نعمل اتفاق، منروح منطلع المصاري من المكان تبعهم، منتقاسم نحن ثلاثة. قلي شو رأيك يا أمور؟ أنا يا حنام يا سادة. يا حنام شو اللي صار؟ شو هاد؟ بشو خبط راسي هيك؟ يا الله دخيلك، مين اللي حط هاي الحجرة هون؟ شو بيعرفني حتى عم تسألني؟ شو هالمجنون هاد؟ يا صمد، تعال احمل معي، خليني شيل هالحجرة، ما فيني نام عليها. طيب طيب. شو هالكيس؟ مصاري. مو هي هي المصاري اللي نحن جمعناها من المدرسة؟ فكي حبيبي جمع المصاري مشاننا أكيد، ومشان هيك دفنا هون عنا. شايف قديش فكي الشغل منيح وما في منه؟ انتو ما عم تخدعوني صح؟ نحن شكلنا ناس بيخدعوا شي شباب. نحن مثل مو شايف، أنا وعمي ناس درويش كتير. راح افتح. شو صار له؟ كيف يكون مات؟ لما يعملوا هيك بيكونوا ماتوا هدول. ما رح يموت، طلع على شكله. تعال روح تعال. يلا. شو جابوا؟ شو صار؟ شاكر جاي لهون. شو رح نعمل هلا؟ عمي تعال عندي خطة منك. شوفي شو عم بيصير؟ شو عم بيصير؟ طلعوا طلعوا طلعوا، خد كلابك خليهم يفيدوك يا كلب. يلا وقف انت وياه. دوسك وين رحت انت لهون؟ جيبوه يلا لشوف، جيبوه لحقوا، يلا جيبوه يلا بسرعه لحقوا، يلا هاتوه. شو طلع عمي؟ والله الكلاب لاحقينا، شو هالمصيبة هاي؟ لك تضرب انت والخطة تبعك. يلا ارقد 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 بسرعة، هدول بياكلونا. يا رب. يلا يلا. عمي
عمي يلا. ما رح يمشي الحال، رح اطلع على الشجرة. انا مستحيل اقدر اطلع. شو بدي اعمل هلا انا؟ بري استنى، خدني معك، شدني، ساعدني. تحسين يلا. يلا تحسين، اجوا الكلاب اجوا سكني. ايوه لك. يا الله عضوني الكلاب، عضوني. دخيلك يا الله، شو صار لي انا؟ ما توقعت يقدروا يوصلوا لي هون. انت بطيء عمي، ومشان هيك عضوا. شو دخل هالشي يعني؟ ليش من افعي؟ ليش ما بيعضوا ايدي او رجلي؟ ليش عضوني الي ولك ما قربوا عليك؟ روحوا 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 جيبوها. بما انك كنت بتعرف انها بتروح هيك، ليش ما عملتها من الاول يعني؟ ليش هيك خليتنا نرقد مثل الكلاب؟ شو بعرفني؟ عم جرب، ما كنت عارفان هيك بيروحوا، وانا استغربت والله. يا الله دخيلك. انا كيف بدي انزل من هون؟ لازم انزل بس ما فيني. يا الله استنى شوي يا عمي مشان الله، بالاول خلينا نتاكد انها ما رح ترجع. خايف يجيبوا الغصن ويرجعوا لنا يا لهون. بالله عن جد؟ ايه. يا الله دخيلك، عم توجعني عم توجعني. شوف لي اياها تحسين، عضني منها ابن الكلب، عضني. صراحة دايبة مختفية ورايح شقفة كبيرة. اهلين، بسطت كتير اني تعرفت على ناس. ونحن كمان اهلا وسهلا، ورح انصح الكل بهذا المكان. شكرا لك. شكرا لزيارتك. اهلا، وبشكرك انت بالذات مشان الحساب. العفو، شرفتنا. الف صحة وهنا. انهارك سعيد. مع السلامة. مع السلامة. شكرا لزيارتك. الله معك، مع السلامة. لميس، نفدنا، الحمد لله نفدنا. رح يوقف قلبي عن جد. عملتوا ضجة على الفاضي، طلعي كل شيء مضى وانتهى. بس خليتوا الرجال يطلع بدون ما يدفع، وانا قطعت البصل مع اني طالعة من العملية وموجوعة. وإذا يعني بصلتي خلاص مرئية هالمرة. الشوكة وقعت على الأرض. ايه شفتها. خدمتكم بطيئة هون كتير كتير، ما بيصير تكون الإدارة هيك. دقيقة دقيقة، شو تفضلت؟ صلي ساعتين عم استنى الخدمة هون. ايه وفوقها مو عاجبك اني حكيت؟ لك انت ليش هيك عم تحكي معي؟ بسيطة. شو بسيطة؟ معقول؟ يعني من الصبح والبنت لحالها عم بتحاول تخدمك، بتعرف هالشي؟ طلباتك ما كانت تخلص بالمرة. لك انتو بالمطعم هون مو قدرانين تهتموا بزبونين. منطلب مي ما منلاقي خبز، منطلب خبز ما منلاقي شوكة، منطلب شوكة ما منلاقي. لسه لهلا ما اكلت وجبتك، بتعرف هالشي؟ الشوكة توسخت، كيف بدي اكل؟ يا استاذ انا بعتذر منك، ما تواخذني. يعني ما قصدي شيء، بس والله طلعت روحي من الروحة والجاية من الصبح بكير، وانت نازل طلبات وشايف صوتي مو طالع بنوب. انا مفتش من وزارة الصحة. كيف؟ كيف؟ يعني كل الشكاوي المقدمة ضدكم صحيحة. رح اختم المحل. لا دقيقة شوي بس لو سمحت. تركي يعمل اللي بده اياه، اجا من الصبح بكير مشان يعمل مشاكل هون اصلا. لا بدر استنى شوي. واحد محتال. عم تتهم موظف الدولة بالاحتيال كمان؟ طيب روح طيب يعني شوي. مالي اللي كلها فارة يعني. شو مو خلقت الله الفارة؟ بابا بقبره بتغضب علي، بترجاك ما في داهي لهالشي. فكر مرة تانية قبل ما تشمع لنا المحل لو سمحت. معلش. هذا المكان باب رزقنا والله، بالعادة ما بيكون فيه ولا مشكلة بمطعمنا. شو يعني ما في مشكلة؟ الفيران عم تتنقل بالمطعم ساعة هون وساعة هنيك، مفكرين اني ما شفت شيء؟ انا شفت كل شيء. بعدين صلكم ساعتين عم تحوسوا قدامي. انا رح اكتب كل شيء هون، رح اكتبه. يا الله. يا ريت تسمعني شوي لو سمحت، المطعم اساسا كان مسكر، اصلا طبختنا كانت عامله حادث وهاليك الاعلان لساته محطوط. لو سمحت نحن رح ننظف المكان من هلا للمساء، بترجاك. ايه عن جد انا بنظفه للشارع لبرا كمان، بترجاك اعطيني فرصه ثانيه، بترجاك. هذا المكان انختم اليوم بسبب الظروف الصحيه السيئه، من يوم ورايح رح تعرفوا تتصرفوا مع الزباين بشكل احسن. اوف راحت علينا. مش لا تحكي هيك، يمكن نقدر نلاقي شي حل يا عزيزة. ولك حل شو يا بنتي؟ شو عم يصير هون؟ انتو عاملين عملية، كيف عم تتمشوا لحالكم؟ داخلنا شو نعمل؟ جميل اجينا لحالنا، شو بدك ياهم يحملونا على ظهره؟ معقول هذا الحكي يعني؟ شو في؟ ليش هيك حالتكم؟ لا تسأل شو اللي صار، ما بتتخيل شو اللي صار اليوم.
سكروا المطعم بالشمع الأحمر جنب. كيف؟ خسرنا باب رزقنا، انتهينا. لا تقوليها، شو اللي عم يصير؟ طيب خليني فوتك لجوا، يلا تعال. كيف هيك ختموه يعني؟ ساعدني إلي جميل. ساعد حبيبي. طيب عزيزة، ما فهمتي ليش سكروا المطعم؟ هات احكي لي لشو. لأنه كان في فيران، لقوا في فيران. شو لقوا؟ ايه قلي ليش تركت خطيبتك هيك لحالة؟ انسى المطعم واحكي لي هلأ. صحيح جميل، وين كنت؟ أنا كنت رح أجي أساساً، ما أنا وعدتك. بس يعني مرتضى أجته مكالمة من تولاي وسائد حالته كتير. عن جد؟ ايه والله، حابس حاله وقاعد زعلان. شو بدنا نعمل له أكتر؟ المرأة ما عم تقبل إنها ترجع له بنوب. حالته سيئة كتير، خفت يعمل بحاله شي لهيك ما قدرت تتحرك من جنبه. مسكين مرتضى، حرام اللي عم بيصير فيه. ليك إذا كنت أنا جنبه وما خليته يضحك خلال دقيقتين ما بيكون اسمي فيفيان. شو هاد اللي عم تقولي؟ ليك جميل، بما أنه ما في رجعة بيناتهم مثل ما عم بتقول، خلي فيفيان تجرب. فيفيان عم بتقول أنه فيها، شو رأيك؟ عزيزة أنت شو اللي عم تقولي كمان؟ هاي المرة اللي قدامك دمرت حياته لمرتضى. لحظة، أنا اللي دمرت حياته؟ هو كان زوجي، نحن كنا متزوجين وتولا هي اللي خربت علاقتنا. مرتضى كان زوجي. كيف؟ شو عم تحكي؟ شو عرفني جميل؟ صدقني نحن فولة وانقسمت نصين والله. مثلا لو أنا اللي كنت مضطرة أنه سافر على ألمانيا وأتركه، كنت بستغني عن هالسفرة، ما بتركه ولا ثانية وحدة. كنت رح أضحك بوشه وضل دائما جنبه. شو رأيك نجرب جميل؟ بما أنه عم تلح لهالدرجة برأيي أنه بتحبه عن جد. غلط هيك. شايفني غبية لدرجة إني صدق إنك عم تصلح لي أخطائي؟ نحن عم نتنافس. ساوي اللي بدك ياه تصطفلي. ليك على فكرة أنا درست ماجستير بسويسرا. وأنا لسه ما خلصت الجامعة، بس أنا وياكي عم نعمل نفس الشغل. بس أنت للأسف غبي لدرجة تخسر مكانك بسبب بنت. إيه بس هذا مانو شغلك أبدا. إذا رح يأثر على مسيرتي المهنية فهو شغلي. الأشخاص الأذكياء بيرافقوا حدا يرفع من شأنهم، مو حدا بيسحبهم لتحت يا شاطر. ولهيك أنا برأيي إنك غبي على الآخر إذا ما كنت بتعرف. إيه ما رح رد. موقف السيارات بسرعة. يلا أنا رايح. لوين رايحة؟ أنا جاية معك، بدك تشوفها مو هيك؟ بلا حكي فاضي مفهوم. أنا رايح لحتى أجيب أخواتي من المدرسة والأستاذ بيعرف. يلا بالإذن. هاي الشغلات اسمه نصيب على فكرة. من أي كوكب أنتي؟ شو في احمد؟ ولا شيء. الاستاذ علي بلاني بهي البنت وقال لي رح اعطيك مهله 3 اسابيع، يا بتبقى هي بالجامعه يا ببقى انا كمساعد. لهيك حتى السلام انا وانتي صار ممنوع. هلا هي البنت قاعده على قلبي، بدها تصير مساعدته، وانا ما صار لي فرصه لحتى اخبرك بهالشيء. ايه تمام. ايه منيح اذا فهمتي معناها. إلين لا تاخدي موقف مني بسبب بنت سخيفة مثلها. لا مو أخدي موقف، أنا مو مثلك بالمرة، يعني أنا في عندي طرقي الخاصة وبعرف حل مشاكلي. لك يا إلين، شو هالمشكلة يلي عم تحكي فيها؟ شو هاد يا؟
ما في مشكلة ولا شيء. مشكلة شو يلي راح تضايقك هيك؟ عمل لك 3 أسابيع، الأستاذ علي هيك بده كلها 3 أسابيع. لك بالزور لحتى رجعت على الجامعة. بتعرفي إلن؟ ولك يا إلن، لك إيش هو ناقصني هموم أنا؟ شو هالتصرفات يا؟ طيب طيب، شكراً، ماشي، يسلموا يسلموا كتير، شكراً لإلك. في خبر كتير سيء، عقاب فتح الختم من 6 شهور ل3 سنين حبس. فينا بدالا ندفع مصاري. هذا المطعم اللي بقي من ريحة بابا راحت علينا. شو بدنا نعمل؟ وبيتنا ما بيوسع أبداً نعمل فيه عزيمة. لا حبيبتي، كيف بده يوسع يعني؟ شو رأيكم أحجز شي مكان تاني؟ شو هالحكي؟ شو عرس يعني؟ الغوه خلاص، برأيي نخبر الناس شو صار ونلغي قصة الأكل وخلصنا بقى. لا يا عمي، شو هالحكي؟ مستحيل، أنا وعدت الأولاد ما بقدر ألغي. يعني إذا اضطريت بعمل الأكل بالطريق قدام البيت وخلصنا. شو صاير أختي؟ ليش قاعدين برات المطعم؟ أختي صاير شي معكم؟ لا مو صاير شي، طلعنا نشم شوية هوا، ملينا جوا، أما طلعنا لبرا. يا أختي العزيمة ما التغيت مو هيك؟ بترجاكي لا تلغيها مشان الله. لا ليش بدك تلتغى بقى؟ ليش هيك عم تحكي؟ ما رح تلتغى، أكيد رح ساويها. نحن رح ننبسط كتير يا فكرات. تعرفي شو أختي؟ نحن عزمنا الكل والكل وافقوا يجوا لعنا على المطعم. إيه بس كتير منيح. حلو. أنتوا لا تاكلوا هم بالمرة، في أكل كتير. ماشي حبيباتي؟ شكرا أختي. عمي في إلك عنا مفاجأة كبيرة. مفاجأة؟ قولوا شو هي بقى؟ ما رح نقول لك، هي اسمها مفاجأة. أها، معناتها بلا ما نضيع وقت، في شغل كتير ووقت قليل. يلا خلينا نساوي الطاولات. يلا 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 خلونا. لميس شوفي ولا شيء. أنت شو صار معك؟ قبلك أستاذك بالجامعة؟ طبعا قبلني، ما رح يلاقي أحسن مني. الله يحميك. جبت لي ملخصات المحاسبة اللي طلبتها منك؟ كتير منيح. فوت أنت، أنا لاحقتك. خلاص اطمني، راح القطن لهالفيران، دائما بيطلعوا باوقات غير مناسبه. وانا تفقدت الفخاخ كلياتها، ولا واحد لقطن. معقول يكونوا هربوا؟ بننفضح على الاخر اذا اجوا الناس هون. راح تجبني اكثر على الفخاخ. والله انا كمان خايفه تجيب زوجها واولادها. بدر انت شو عم تعمل هون؟ عم تتصرف براحتك كانه ما في شيء، مو خجلان من حالك؟ أحمد شو صاير لك؟ يعني شو رح يكون صاير لي بدر؟ لميس بتكون أختي، وأنت يلي ساويته كتير عيب. هلأ فهمت أنت جاي لحتى تبهدلني مشان أختك. ليك أنا مستوعب هذا الشي، بس أنا كمان واصلي معي لهون. أحمد انتبه، ماشي؟ هي أولا، بعدين أختك هلأ حامل، ماشي؟ وأنا عم طول بالي عليها بسبب هرموناتها، مشان هيك عود وكنه لا تتدخل بشي، ماشي؟ الله يوفقك. أنا كانن وما عملت شي، بس ما توقعت هالشي منك. لك أنا خجلان من الموضوع، بس أنت ما عم تخجل أبداً. لك أنا ما قلت لأختك إنه نحنا رايحين على بورصة لحتى أتقي شرة، أنت مجنون شي؟ أنت مصر تحكي عن الموضوع، خليني أحكي لك عن تصرفاتك. يلا احكي قول شو في بقلبك، يلا احكي قول شو بدك. يلا بعيوني شفتك أنت. شو في شبكون؟ تركي يحكي، احكي قول شو بدك. يلا صوتكم طالع لبرا خير، نحنا هلأ هون مشان الأولاد، وبعدين كل واحد بيروح بطريقه وكل شي بينتهي، اتفقنا؟ الظاهر انكم جنيتوا على الآخر، ماشي؟ أنا عملت يلي علي، تمام؟ بس على الفاضي، خلص، بدك ننفصل يا مدام؟ ماشي، رح ننفصل وبأسرع وقت كمان، بس هلأ رح ضل مشان الأولاد، وبعدين كل واحد بطريقه. قليل أدب، قليل أدب، قليل أدب ومجنون. آسف لميس، أنا آسف ما قدرت أتمالك حالي، عم يتصرف كأنه ما في شيء، ما تعصبت عليه. طيب. يا أختي إجوا الناس، يلا تعالوا بقى.
طيب بما انه حضرتك هون ليش ما عم تفتح الباب؟ خطر ببالي مليون شغله. قوم لازم تجي، يلا بسرعه تعال. ماني جاي لمحل، بدي ضل لحالي. لك يلا تعال قوم بسرعه بعدين بتنام، قوم بسرعه بعدين بشرح لك. يلا شو اللي صار؟ حدا صار له شيء؟ لازم تجي، القصة ضرورية. يلا تعال بقول لك بعدين. لك شو صار؟ يلا امشي. عزيزة فيها شيء يعني؟ احكي لك شيء كلمة قبل. فوت فوت فوت. قل لي جميل، حدا صار له شيء؟ البيت عم يحترق شيء؟ شو صاير جميل؟ مين اللي مات؟ قلت القصة ضرورية كتير. انت كل القصة ضرورية. عود. ما فهمت. فوت. شو القصة؟ فوت عود يلا. عود 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 اخي عود. لك شو الموضوع؟ رح اعمل له اطيب كاسه شاي حيدوقها بحياته. شاي شو؟ ايه حبيبي روح اعمل له. معقوله تجيبوا حدا من بيته بهي الطريقه مشان يشرب شاي؟ شو انتو مجانين شي؟ لك مو بس مشان تشرب شاي مرتضى، استنى شوي. شو؟ ليش الغمزه؟ لك لشو عم تخططوا؟ هاتوا لشوف. شو ها؟ مين هالوزه؟ لك مين هاي؟ لك امسك دلل حالك. ليش هيك؟ انا رايح. انتو شو عم تعملوا معي؟ عود شوي. عود عود شوي. عود يلا استنى. عزيزة هون كمان. اهلا وسهلا فيكي. جميل اهلا وسهلا فيك انت كمان، وكمان مرتضى بيك هون. يا سلام. لا ما في مرتضى ولا حدا، انا عن جد بدي اروح. مرتضى عود بقى. يا مرتضى شو مانك متذكر كنت عم غني هاي الغنية اول ما تعرفنا؟ يلا واحد اثنين ثلاثة اربعة. عشقان الأسماراني وعيونه دوابوني، بس يتطلع بعيوني أنا بنسى كل همومي. نا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 ن
حتى لو بيعذبني ما بنسى طيبة قلبه. نانانانانانانانا غنوا معي يلا. شكي شكي بابا، شكي شكي بابا، عيني عيني يابا، عيني عيني ياما، هلك ما يريدوني. شيلي هذا من وشي. ايه قالوا فقير يابا. ايوة يلي عملتوه كان قدوة حلوة كتير للولاد، يعني أحسن ما تتقاتلوا. تصرفتوا صح وتصالحتوا، شكراً على هيك مبادرة. هذا الشيء طبيعي كتير، يعني ما لقينا طريقة تانية لحتى نورجيهم أنه نحن منكون عيلة منيحة. كل شيء مشان الولاد، صح لميس؟ طبعاً، ايه كل شيء كرماله. والله انتفخنا من هالحكي الفاضي كله. أبوهن قال هيك بزمانه وبعدها هو طلع أكبر نصاب. شو بيعرفنا أنتو شو بيطلع منكون؟ أنت ليش هيك عم تقول؟ يعني أبي هو يلي كان غلطان ونحن اللي عم نحاول نصلح الغلط تبعه. بكل عائلة في حدا له مشاكل سيد شوكت. بعدين أنا ابن عمي فات على السجن كمان. اللي شو رح تعمل؟ بتقلع بنتي من المدرسة؟ ها؟ أختي يلي كبرتنا وعم تشتغل وتدير بالها على الكل. أختي علمتنا كيف نكون عائلة وحدة. أختي لميس علمتنا إنه المصاري مو كل شي بالدنيا. يعني أختي وبدر عم يعملوا هلأ كل شي مشاننا. يا أفندي، نحن ناس بنعرف القيم العائلية كتير منيح ومنحب أولادنا وعائلتنا كتير. القصة طولت، خلاص بكفي، خلينا ننهيها هون. شو بك؟ شوفي شوفي مرت عمي انت شو جابت لهون هلا؟ اختي نحن اتصلنا وعزمناها. صح عمل له هيك مشان ينبسط عمي. يا كلبي اهدي، انا ما عملت شيء. اهدي، عم بتخوني ذهني. روقي روقي، انت زوج المدام نجيبة؟ لا مو زوجة، انت فهمان غلط، هن مالهم متزوجين. عم بتقول انك متزوج من وحده غيري وانا عايشه؟ كيف بتعمل هيك؟ كيف قدرت؟ شو عم تعملي؟ هي فهماني خلاص. هذا كان عم يعمل لنا محاضره وعم يحكي انه بيهتم بعيلته. شوفوا هلا بعيلته. الله يلعنك يا وقتي. لا لك وقتي، لك تضرب بهالشكل. لك شو؟ لك شو يا مره؟ لوين رايحه؟ لوين رايحه؟ لا تفضلوا لا تفضلوا. وين مصاري؟ يلا اطلعوا بالمصاري يلا.
بابا من وين جيت انت هلا؟ ما لقينا المصاري، انتو اللي اخذتوها وينها؟ نحنا طمنا المصاري وخبيناها، انتو جيتوا بغيابنا اخذتوها وتركتونا نموت، لا سالتوا ولا جيتوا طمنتوا علينا يا قليلين. شبك انت الثاني، فو عليكم. هاي اجى رئيس العصابه، هدول الجماعه عصابه وحده متعلمين هالشغل من ابوهن، مو بس هو نصاب، حتى اولاده نصابين مثله كمان. اللي شو عم يحكي هالبشر؟ يلا برا، يلا برا. شكي شكي بابا، عيني عيني يابا. اسمعوا، بزماني كنت عم غني هاي الغنية وقت كنت على المسرح ماشي، ومرتضى فات فجأة على المسرح هو ورفقاته، كان خجلان كتير ووشه أحمر المسكين، ولما فجأة شفته قام اطلع فيني هيك بطرف عينه، وقت طار عقلي وقلت لحالي هذا فارس أحلامي إجا أخيرا. يا يا شو هالكذب هاد؟ كيف قدرت تشوفني بالعتمة؟ فهموني إياها هاي، فهموني. لك لا تردوا علي، أنا شفتك فورا، شفتك فورا. أنا كنت عم غني شكي شكي بابا وهو وقتها طلع علي بطرف عينه، أنا شفته منيح وشرب الكاسة كلها وكأنها كاسة مي يعني عادي، وبعدين صار يصرخ ويقول يا لطيف بتجنن، وأنا مثل الجدبة فكرت إنه عم يحكي هالحكي إلي، وصرت صرخ أنا كمان وقول هو بجنن هو بجنن. هذا كذب، كله كذب، ما قالت هيك شيء، هي بس غنت. ايه وبس هيك. مرتضى البنت عم تحكي لنا قصة، فيك تسكت شوي. مزبوط حكي ومزبوط، انت متذكر كل شيء مرتضى. وبعدين انا دفشت عازف الكمان على جنب هيك ورحت باتجاه مرتضى. ايه دفشة الزلمة دفشة، وقعت له الباروكي على الارض. ايه عن جد، بس انا وقتها فكرت الباروكي تبعه فارة، وصرت اصرخ 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 والدنيا قامت وما قعدت. ايه وقتها صرخت ووقعت بحضني، ومن خوفها كمان نسيت حالها. ايه بس مو من خوفي يا مرتضى. عن جد؟ شكي شكي بابا، عيناني يابا. شفتوا بعيونكم؟ هذا وضع هاي العيلة يلي عاملة حالها ما في مثلها بالدنيا. لشو هالحكي اللي عم تحكي هلأ يا أستاذ؟ يعني ما شفتي حضرتك كيف صار كل شيء بالصدفة؟ كل الصدف اجت ورا بعضها، يعني معقول نحن يكون بدنا هذا الشيء يصير؟ حاج بقى، كنتوا عم تطعمونا بمكان مليان فيران؟ وهالمحل مو مختوم؟ وانت شو عرفك انه كان مختوم؟ أنا اللي اشتكيت عليكم، وبعرف انكم كسرتوا الختم. يلي عم يقوله مزبوط؟ هاد شي مؤقت، يعني القصة كلها انه يلي صار. بحب قلك انك انت انسان حقير وعم تستغل الفرص، البنت حامل وهي حضرت لكم كل هالاكل هاد مشان نجمع الكل ولحتى نتفاهم. خلاص خلينا نقعد ونهدى شوي بقى. وهي شو جابه لهو؟ وانتي شو بدك؟ شكلي اجيت بالوقت الغلط على ما يبدو. اللي هي شو جاية تعمل؟ البنت اجت لحتى تشرح لك القصة ما هيك؟ شو بدها تشرح لي؟ يعني انت بدك تجنني بدر؟ بدها تشرح كيف عملت علاقة معك؟ لميس شو هالحكي هاد، عيب. أنا شفتكم بعيني. شو اللي شفته؟ شفتكم بالفندق حملت البنت وأخدتها على الغرفة، مو؟ كون رجال بقى واعترف بغلطك. شو عم تقول أحمد؟ أنت مالك فهمان القصة. أخي بدر حكي أحمد صحيح؟ طبعاً لا مو صحيح، أنت شو مجنون أحمد؟ أختي وبدر رح يتطلقوا، ايه عم يمثلوا عليكم أنهم مبسوطين مشانكم، بس بهالعيلة ما في حدا اسمه بدر. لك يا أحمد أنت أكيد جنيت، هذا الحكي ما بينحكى هيك ببساطة قدام الأولاد. لميس في شكوى بحقكم، رح يتم اعتقالكم لأنكم فتحتوا المحل. أخيراً رح تأخذوا جزاتكم. مين يلي قدم شكوى؟ شو يلي عم تحكي عنه؟ أنا يلي قدمت شكوى لأنكم فتحتوا مكان مختوم. عم بكذب شي؟ لميس؟ ايه صارت شوية قصص قبل ما تجوا حبيبي، بس يعني والله نحن والله فضيحة كبيرة يا حضرة الشرطي، هدول بس ضيوف اشرحوا لهم من فضلكم، يعني بالنهاية حالة مؤقتة. نحن ما فتحنا المطعم لنكسب من وراء، ولا فتحنا لحتى نشتغل، نحن فتحنا لنستقبل ضيوفنا وبس. ما فيني ساوي شي لميس، فتحتوا الختم، لازم تجوا معي على المخفر، بدي أخذ إفادتكم. أخي أحمد خذ الكل. يعني لازم أجي أنا كمان؟ لو سمحتي تعال شوي. معلش ليش لحتى اجي معك؟ هلا وقتك مو شايف الوضع كيف؟ لكان يلا احكي انت واخوكي، انتو شو عم تخبصوا؟ لك عم اقول لك شفتكم بعيني، ما عم تفهم. لك شو اللي شفته يا بني ادم مجنون انت؟ عم اقول لك شفتكم بالفندق وانت حاملها، شو اكثر من هيك؟ كلام من عندكم مستوعبين؟ رح بلغ اولياء الامور الثانيين مشان يقدموا شكوى، رح نقلع الاولاد من المدرسه. ما رح اسمح بهالشيء يصير ابدا، ماشي؟ ولك حساب كتير كبير معي وبتشوف كيف. يعني بعد كل هالفضايح لسه الك عين تقولي هيك؟ خلص خلص اسكتوا. بدر يلا. لا لا أنا ما دخلني بشي، مالي جاي وما بعرفهم وشكلهم ما بيعرفوني. ماشي
خليهم يدبروا حالهم بحالهم، هيك احسن. وانا كمان مو جاي معكم، انا ما اجيت لهون لحتى انهان ابدا، بعدين ماني مستوعبه ليش بدكم تاخذوني على المخفر. ايه لا تفوتوني بمشاكلكم العائليه، شرفوا معي على المخفر وبعدين بتحلوا الموضوع بيناتكم. يلا لشوف. طيب يلا امشي اذا بتريد. وصل الاولاد على البيت ايه مشان ما تضيعوا. تمام يا لميس، يلا بسرعه يا اولاد. السهرة الحلوة مو هيك؟ شو حبيبي؟ والله تحسنت نفسي. تغير لون وشك شوي كمان. يعني والله بدي اتشكركم وانا انبسطت فيكم، يسلموا، شيء حلو كثير يعني. كان حلو مو هيك؟ ايه معك حق. يا جماعة شو نحن اجينا على الدنيا لحتى ننقهر؟ لك يا عزيزة استعجلوا شوي بعرسكم انتو كمان وخلينا نفرح فيكم، تمام؟ بس عن انو عرس عم تحكي؟ صح جميل معها حق، مصارينا جاهزة بس بدنا فستان عرس وصالة وخلاص مو هيك يا جماعة؟ مصارينا جاهزة ما؟ عزيزة شوفي هالمصاري حطينا المصاري بالبنك مشان الفايدة، ما حبيت اتركها بدون تشغيل، يعني لازم تزيد قيمتها شوي مشان نقدر نشتري اللي بدنا اياه، الأحسن نستنى لآخر الشهر، صح مرتضى؟ شو؟ ايه صح. وطبعا بيكون الجودة في شوي مشان ما تبردي ومشان تتحسني شوي. يا الزلمة عم بيفكر فيني. جميل شو هلا. يا مرتضى شايف شو حلوين مو هيك؟ تصور لو قدرنا نكون مثلهم مرتضى. حلوة شو؟ فيفيان فيفيان شوفي زمان صارت شوية قصص وأنا الملام، أنا اللي غلطان، يعني أنا كنت متضايق من تولاي وكمان هذا غلطك يلي عشناه صار مرة وانتهى، خلينا نتجاوزه، هو صار مرة وانتهى، وأنا بنوب ما عم بقدر أنسى تولاي كل شي بحياتي، فهمي هذا الشي مشان الله. ايه طيب حكيك مزبوط، ما بصير الواحد يفرد حاله مو هيك؟ ايه تمام، بس يمكن فينا نضل أصدقاء كل العمر، يعني هالشي ما بيمنع مثل التوأم، فهمت علي؟ يعني قصدك انه صداقه وكل واحد ايه بحاله؟ ايه طبعا انا عم بحكي عن الناحيه الانسانيه، لانه نحن كثير بنحس ببعضنا البعض يا مرتضى مو هيك؟ يعني انت قصدك انه ايه هيك قصدي. شو اجت لميس؟ استني انا بفتح. ايوه خير ان شاء الله يا اخي، تفضل فوت. شو؟ ليش اجيتوا لحالكم؟ وين لميس؟ الشي تدمر عزيزة، وبدر واختي رح يطلقوا. شو هالحكي هاد؟ ايه صحيح، بدر خان اختي لميس، اخي احمد هو اللي قلنا. ايه ونحن رح يقلعونا من المدرسة كمان. وبعدين بقى ما بيصير، لأيام دا رح يضلوا شو هالحالة هي بقى؟ كيف رح تفهمني إذا ما سمعتني؟ يعني إذا زوجة مو فهمانته كيف رح تفهمك؟ ما سألتك لأني بعرف طينتك والمكتوب باين من عنوانه. بالله جد؟ لو تنازلتي وسمعتيني كان ممكن تستوعبي، بس هلأ ما ضل شي أحكي معك بخصوصه. اسمعني بالله؟ يعني شو رح نقول؟ عم تحمل البنات وتاخدهم على غرفتك، شو في لسه أكتر؟ أنا تعبت وقتها فجأة، وبعدين ما بتخجل وتربطوا اسمي وسمعتي برجال متزوج؟ ولما بتتعبي بتسمحي لرجال غريب ياخدك على غرفته؟ لك رح تجننوني، شو هالوضع هاد؟ نحن اللي حطيناكي بهالوضع، يا الله دخيلة وفوق ذنب قوية كمان. إذا بتريد أعطيني ورقة مصدقة بدي استعملها دليل لأطرد الأولاد من المدرسة. هلا خلص تركت الدنيا واستلمت هالولاد، شبك ماسك قصتهم. يا أستاذ إذا لزم الموضوع رح أقعد مع أولياء الأمور واحد واحد وأحكي معهم، بس ما رح أسمح لك إنك تقلبهم. أيوة خلص خلص يا مدام لميس اهدي لو سمحتي، بس الشخص يلي جنبك مانو جدير بالثقة أبدا، خلي هالقصة ببالك يا مدام. إيه تماما هيك، ما بيحق لكم تفتحوا تمكم بحرف، اسكتوا شوي اسكتوا يا مدام. لك شو عم يحكيها؟ شوفي
أكيد ما في حدا فينا مثالي ولا حدا حياته خالية من المشاكل بنوه. هالولاد عم بيحاولوا يتعلموا ليكبروا ويقدروا يعيشوا حياتهم ويبنوا مستقبلهم بشرف وكرامة. وضعهم صعب كتير عم تفهميني، يا ريت تاخدي هالشي بعين الاعتبار. تمام تمام، رح أعمل كل اللي بقدر عليه، أنت لا تاكلي هم، المجلس بيجتمع يوم الاثنين أصلاً وبعدها ما في داعي لهالحكي كله، لازم نطردهم فوراً. أحمد شو صاير قلي؟ جميل ما كان ناقصني غيرك، كملت معي بحضورك، خليك على جنب شان الله وبقول لك بعدين. عزيزة وين الأولاد؟ تركتهم عند فيفيان لا تاكليهم. يا جماعة ما بصير هيك، احكي واحد واحد، اذا سمعت صوت واحد رح زدكم بالنظارة. لميس تعي معي شوي. تفضلي قاعدي. أنا آسفة، بعرف إنه عم يجيك مشاكل كتير من وراء عائلتنا، بس أنت بتعرف وضع بابا مو؟ لازم أقبض على أبوكي مجرد ما أشوفه، ما رح ينفض مني أبدا. لهذا السبب هدول العالم حاولوا إنه يقلعوا أخواتي من المدرسة، يعني الناس اللي استضفتهم بالمطعم كانوا أولياء أمور رفقات الأولاد بالمدرسة ومو أكتر من هيك. نحنا وقت عزمناهم على الأكل لأنهم كانوا عم بيحاولوا يقلعوا الأولاد من المدرسة، حتى المديرة كانت معهم، يعني هدول ما كانوا زباين. صدقني نحن ما فتحنا للتجارة بنوب، كنا عم نقنعهم بس مشان ما يزعلوا الأولاد. بترجاك تعمل شيء إذا كان فيك، الله يخليك، هذا باب رزقنا. بترجاك أنا ما بقدر ساعد عائلتي غير منه. لميس على كل الأحوال أنا رح أخلي سبيلكم، بس بالأول رح أخذ إفادتكم. حكيت مع النائب مشانكم، يعني أنتوا هلأ زبطوا المطعم ونطفوه ومن بعدها بتفتحوا وقت يتم تفتيشه. القصة ما بدها وقت طويل. تمام يكتر خيرك. لا العفو، بس مشان العم فكري صعب انا مضطر اقبض عليه وقت شوفه. اعمل اللي بدك يا بركي بيعقل. تمام هلا رح توقعي لي هالوراق وبعدها فيكي تمشي. تمام. مرحبا كيفك، اسف على الازعاج، عندي طلب، ممكن تحاكي اخو مرتي؟ هو بده يسالك كم سؤال. طيب شكرا شكرا، يلا خود احكي. سال باي غرفه نمت. الو. مرحبا، انا بصراحه اتصلت مشان اسأل عن صهري. بدي اسألك اذا ضليتوا سوا بغرفة الفندق يوم الندوة، لان صارت مشكلة بوقتها ولهيك عم اسألك. تمام. طيب طيب شكرا لك شكرا. شو قال يا اخي احكي؟ اذا بدك فيني جيب لك تسجيلات الكاميرا كمان، يعني اذا حبيت تتأكد باي غرفة نمت بتعرف اني بقدر جيبهم. خلاص يا بدر شبك، خلتني احكي مع الاستعلامات والرجال كمان. خلاص اخي وصلت الفكره، وصلت. بس انا يعني شفتك بعيني انت وياها وكنت حاملها واخدها على الغرفه، ما قدرت اني كذب عيوني. بس عيب تفتري على الناس هيك. ليك احمد خليني خبرك شو صار ليلتها. اجا بدر لعندي وشرح لي قديش هو بحب مرته وبهدلني كمان، وقتها حسيت اني فرضت حالي عليه، عصبت من الموقف اللي صار وضليت سهراني عم بندب، اخذني على الغرفه وهذا كل شيء صار وقتها. شو عم بيصير هون؟ إلا بدر طلع صادق. أختي شو يعني طلع صادق؟ أصلي بقصة الفندق. آخ يا أخي شو عملت رح تخرب بيت أختك بظنك السيئة هاد؟ طيب أنت ليش لا تحملها وتأخذها اسحبها من إيدها، عميل أي شيء، يعني الواحد وقت يشوف الوضع هيك شو رح يفكر؟ شوفي بدر تعال معي لنحل الموضوع، وانت يا انسه يلا فكر لك شوي هلا. شو عم بيصير احكي لي. تعال امشي معي. تعال امشي. القصه يا اختي يلي صار بالفندق كان سوء تفاهم، حطوا اسم نسرين وبدر بنفس الغرفه بالغلط، بس بدر ما نام بالغرفه، نام عند دكتور تاني رفيقه. هلا اتصلنا فيه وحكينا مع الاستعلامات، بدر عم يقول في تسجيلات كاميرا إذا حبينا، بس أنا ما قدرت رد من خجلي حكيه وكلام نسرين من الطابق. فهمتي علي؟ أنا أسف كتير، ما كان بدي يصير هذا الشيء أبدا، بس لما شفت هالشيء قدامي فكرت أنه في شيء هيك. يعني أنا ظلمته لبدر؟
أكيد بيكون انكسر قلبك. يعني معقول ما ينكسر يا أخي؟ شفت أنت أسأت الفهم. خلاص أنا عرفت غلطي، بكفي. ما كان قصدي أنا، يعني بس رحت لشوف شو فيه. إيه معه حق، هو بالنهاية ركب السيارة وطلع مع هديك المرأة، كذب علي، فطبيعي إنه يفهم الموضوع غلط. شوفي يا لميس، مجرد ما يطلع بتعتذري منه وبتبوسيه وبتطلبي منه إنه يسامحك. عملي شيء، والله ما رح ينحل هالموضوع بطريقة تانية. بدر لك يا بدر. لك بدر امشي. بدر استنى، فينا نحكي شوي؟ انا بعتذر كتير منك. ما في شي نحكي فيه لميس، انت مستوعبه كم يوم صار اللي عم بركض وراكي وقلك تعي نحكي وما بدك بنوب؟ الحق معك، بس انا فكرت. يا لميس، من ورا تفكيرك هاد نحن وصلنا لهون. فكرتي اني زلمه ممكن اخون مرتي الحامل مثلا؟ كنتي متأكدة وما فكرتي لحظة بالعكس. لهيك أنا برأيي ما بظن إنه في داعي نكمل بهيك زواج أصلا. سلام. إيه بالمناسبة رح أجي أخذ أغراضي بأقرب وقت. شو صار يا أختي؟ طردونا من المدرسة؟ لا فكرة. وينو بدر يا أختي لميس؟ عن جد رح تنفصلوا هلأ؟ شو رح يصير بيناتكم؟ بترجاكم إنه تهدوا شوي، ما تقلعتم من المدرسة ولا صار هيك شي. بنو مجلس الإدارة رح يجتمع التنين والمديرة بصفنا، اتفقنا؟ هاد الزلمة اللي اسمه شوكت علقنا بطريقة مو معقولة، لازم نلاقي له حل. خلص أنت لا تاكل هم، لا تفكروا بأي شي، هلأ اهتموا بمدرستكم وواجباتكم ودروسكم ماشي؟ يا أختي طيب، وشو مشان بدر؟ مستحيل يعمل هيك ويخونك، نحن بنعرفه منيح. يعني أنا ما عم بفهم منين طلعت هاي القصة تبع الخيانة؟ يعني عقل واحد صغير مثل أحمد غلب فهمنا، هاي هي كل القصة فيفيان. خلاص عزيزي، حاسس حالي تحت، لا تزيدي علي. كيف يعني حاسس حالك تحت؟ لو أنا شفت ألم بهيك حالك كنت فكرت مثلك. الحق علي، ما وثقت بزوجي أبداً، وكنت مقتنعة بالقصة وعلى أساس أنه أنا يلي عم عاقبه. إيه والله معك حق، ما كان في داعي تزعلي. شو رح يصير هلأ؟ يا أختي ما رح تطلق مو هيك؟ رح أعتذر منه وأعمل جهدي، أنتوا لا تقلقوا. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. تلاقي الخير. لك بدر ليش ما عم ترد على موبايلك يا أخي؟ لأنه ما ضل شي نحكي فيه. رسالة. الولاد عم يسألوا عنك بدر، الحق معك بكل شي حكيته، أنا بعتذر منك، من فضلك رد. يعني الموضوع جدي بالفعل؟ لك إيه طبعا جدي. مرتضى ما شفت كيف ضلت تعذبني أيام؟ مسكت علي لأني رحت مع البنت على بورصة، قلت هي حامل وما بعرف شو، حملت كل هذا الشيء ليش بقى؟ لأنك بتحبها يا ابني. شبه وبعتت أحمد لحتى يراقبني، ليش هيك؟ لعب دور التحري، كل ما أفكر بهالموضوع بعصب مرتضى. هي عم تعمل هيك لأنها بتحبك يا ابني، اتطلع فيني منيح. معقولة مرة ما بتحبك وما بتخاف تخسرك إنه تعمل هيك؟ معقولة تبعت أخوي يراقبك مثلا؟ مرتضى حاجة حكي بقى، اللي أي حب هذا اللي عم تحكي عليه؟ لميس ما بتوثق فيني، تمام؟ كمان هي مستعدة تطلقني عند أبسط غلطة، كيف فينا نكمل برأيك؟ مو معقول. خلص ما فيك تكمل، يلا خلص ما فيك. شو راح تساوي يعني؟ راح تطلق؟ ما بعرف. يا ابني كيف ما بتعرف يعني؟ فهمني. لك معقول تخرب كل شيء مشان موقف واحد؟ والله ما عم بفهمها.
ليك لميس قلقت بسبب قصص، هي توترت وخافت وهذا السبب. عم قلك افهمها شباب. عم تبرر هلا حاجة تدور على عزف. ما في شيء من هذا، وانت بتعرف هي واخوها اثنيناتهم كانوا واقفين لي على الدعسة، وهالشيء مرفوض. والبنت كمان حامل منك يا بدر، لا تخليني خلص عليك. لو كنت محلك شو كنت رح تعمل؟ قلي اه شو رح تقول يعني؟ رح تلاقي مبرر لتصرفاتها وتقول ايه عادي؟ ليك خلص انا رايح. استنى، لوين رايح؟ تعال عندي على البيت. لوين بدك تروح بهذا الوقت؟ لا لا، ما فيني ضل حوالين البيت، انا ما فيني ضل قدامها. رح احجز بوتيل ونام براحتي. بلشت تشتي، امشي لوصلك. يلا تعال. مين هاد؟ صباح الخير، اجيت بكير. شكلي ما اجيت كتير بكير. حليت الأسئلة اللي عطانا إياها الأستاذ؟ هو على الطريق. هذا السؤال تبع مبارح مو؟ ايه، ليش بقى؟ انت بدك تنقله مني؟ أعطيني. لا أحمد، انت شو عم تعمل؟ فهمني انت شو عم تعمل؟ يعني قصدك اني انا حللته غلط؟ قلت لك انك حللتي غلط. زبطي قبل ما يجي الاستاذ. حبيبتي ليش ما عم تردي على موبايلك؟ ومانك ببيتك؟ شو دخلك؟ ليش ناديتني لهون؟ مشان اعتذر. بدر ما خان اختي الحق معك بهالشي. انا فهمت غلط، كان لازم اسمع منك وروح حاكي لبدر واعتذر له. شوفي الحق معك وبكل شي قلتي. انا بضيع لما ما بتكوني جنبي، وانت بتعرفي مو. يلا خلينا نتصالح. بصراحة أنا تعبت من الخناق معك كل شوي والتانية أحمد. ما بتعرف ليش؟ لأنك بتحاول تحل كل المشاكل بأسوأ طريقة ممكنة. وشو بيصير؟ بضطر دائما أني إجي وزبط من وراك. الحب إله حدود، ما رح أشغل حالي. لا تشغلي حالك فيني، خلاص اهدي، بكفي. أنا رح حل كل شيء، تمام؟ بكفيني تكوني جنبي أحمد. إلي أحمد، شو اللي بدك تحله؟ مشان الله خليت البنت تقلب ضدي. بعدين أحمد هي مستعدة تعمل أي شيء لتاخد الشغل، وأنا لهلأ ما فهمت ليش جبتني لهون أحمد. إيه يعني البنت رح تحبك وهي عم تحاول تحطمك، وبعدها رح يصير الموضوع أكبر من أنها تصير مساعدة، ورح تصير بدها إياك وتدخل بعلاقة معه، وأنا رح ضل هيك. ومشان هيك ما بدي أشغل حالي. لك دقيقة بس، أنت عم تعاقبيني هلأ على نهاية قصة أنت كاتبتيها؟ معقول؟ أحمد، البنت طلعت الأولى بكل موادها وما عندها حبيب. شو معناته؟ البنت طموحة ووحيدة، شو لسه فيه؟ أنت تحريتي عن بلين؟ إيه عملت نظرة. عموماً أنا قلت لك شو رح يصير. شو أعمل أنا؟ ما رح أشغل حالي فيك لأني مليت، بكفي خلص، خلينا نترك بعض، ما عاد بدي. ما كان ناقصني غير هالبنت. مرحبا، كيفك؟ بلين، ما هيك؟ انتي شو عم تعملي بطابق الخدم؟ أنا كنت عم أسأل واحد من المستخدمين سؤال. في شي؟ أنا كنت حابة أتعرف عليكي. انتي مشهورة نوعا ما بين الطلاب، هنن بالكافيتيريا، خلينا نروح لعرفك عليهم إذا بتحبي، ومنهم نحكي عن الدراسة، شو رأيك؟ ايه كتير منيح، بعتي المرضى بعد شوي. حاضر دكتور.
أهلا وسهلا. مع أنه أنا يلي بغرفتك، فكرت أنك رح تناوب هون بالمشفى، بس ما ناوبت وما نمت على المرتضى. يعني مو لأني عم لاحقك، بس مشان ما تضل زعلان. لميس، شو اللي بدك إياه؟ شو بدي يعني؟ بدي أحكي معك بس، خلينا نحكي شوي صغيرة. أنا كتير زعلانة وندمانة. بعتيلي أول مريض لو سمحتي. شكرا كتير. وين كنت لما ضليت عم أركض وراكي أيام وليالي؟ وبعدين ليش لحتى تضلي متزوجة من رجال خاين مثلي؟ مو هيك؟ تفضلوا فوتوا. مريضتك دكتور؟ تفضلي. رح روح من هون. تفضلي هدي. طلعوا فيني، عم ابعتكم لحتى تشموا هوا نضيف وتشوفوا الشمس، بس اذا بتعملوا شي مشكله رح يكون هالشي مو منيح بنوب، وديروا بالكم. اوف منك عزيزه، خلص فهمنا، يلا رح نروح. باي. طيب. باي. يلا لشوف. شو مين هدول؟ لانه في حدا جاي على الحاره. ما بعرف لوين ممكن يكونوا جايين. ايه صحيح، مو بيت اخي بدل فاضي؟ بركي هدول العالم جايين عليه. عموما نحن رايحين، يلا باي. باي عزيزي. باي، ديروا بالكم. الو لميس، وينك من الصبح؟ فقت وما لقيتك؟ طلعت بكير من البيت، كنتوا نايمين، اجيت لعند بدر على المستشفى. ايه شو صار بعدين؟ ان شاء الله رضي. لا ما عم بيرضى يحاكيني بالمره، بس انا ما رح استسلم ابدا، رح ضل لحتى حل المشكله. الولاد بأمانتك عزيزة. ماشي ماشي، ايه ولا يهمك حبيبتي، المهمة تحل المشكلة. يلا لشوف. يلا لك عزيزة، وينك انتي؟ يلا تعي بدنا نفطر. لك شوفي. هاي وصلنا. يلا انزلوا. يلا أولاد. يلا أولاد. يلا أولاد لعندي بسرعة. انزل. لا يلا انزل. يلا بسرعة. يلا شوف. يلا انزل. يلا حركوا. ما عجبتني أشكالهم أبدا. ولا والله الجار السيء ممكن يطفشك من البيت، يكون بعلمك. خلصني. يلا تعالوا. عملوا جواب. لا تضرب، تعبت. هاي خلص البيت. خلص عم قلها لك. يلا جايين باتجاهنا. اي بيكونوا جايين يسلموا علينا. مرحبا، شكلكم انتقلتوا لهون جديد، مبروك. شو دخلك انت مختارة الحارة؟ يلا عشغلك عشغلك. يلا يلا ايش عم تعملوا؟ هلا والله ما يكون شي مصيبة. يلا عملوا هدول. تعال بابا. يلا 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 ما بعرف. ليك اسمعني، نحن اشترينا البيت، البيت صار لنا. شو قلت لك؟ من مين اشتريته ومين باعه لحتى تشتروه؟ انتو مجانين شي، مو ناقصني مشاكل. يلا اطلعوا، خد اغراضك وطلع برا. يلا يلا. لك لا تخليني ابتلي فيك وامي. يلا 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 فاجأتوا؟ معقولة تجوا هيك فجأة؟ طيب كنتوا بعتوا انذار بالأول لحتى أقدر فضي بيتي. إيه يا الله دخيلك. معقولة هيك تطلعوني من بيتي؟ خير، ليش عم تضحكوا؟ فائق طوع عمرك أبي، بعت له انذار ليرتاح لك. حاضر، أحلى انذار يخدم هالشوارع. إذا استمرت الحالة هيك فيك تراجعيني، تمام؟ المعاينة بعد 15 يوم.
شكرا كثير دكتور. بعفاي. ما عندك مريضة جديدة؟ فاضي نحكي شوي ما هيك؟ بدي أعمل جولة على المرضى لميس. أوف بضل في عندك شغل دائما. طيب بنحكي ونحن ماشيين. الحق معك، أنا كان لازم أفهم منك قبل ما أتهمك، بعرف إني أنا كنت متهورة. ولا تنسى قصة حبيبتك القديمة. كنا تاركين وقتها. وإذا كنا تاركين وقتها؟ طب شو مشان نهال؟ يعني أنا طلعت من السجن. مرحبا. أهلين. يعطيك العافية. الله يعافيك. طلعت من السجن بقوم بلاقيك متزوجة. كل شي عملته من وقت ما عرفتك خلاني بطل أوثق فيك أحيانا، حتى أنك أنت كذبت علي باسمك وشغلك من أول ما عرفتك. أنت شو بتعمل لو كنت مكاني؟ قل لي. أنت متأكدة أنك عم تعتذري هلأ لميس؟ إيه عم حاول برر لك تصرفاتي. يا الله دخيلك. مرحبا كيفك؟ خلص ولا يهمك، خليكم مرتاحين، أنا ما رح طول هون، طالع فورا، بس عم اطمن. خليني شوف هيك. إيه السيروم كتير منيح صح؟ أكيد إسراء يلي معلقته. البنت شاطرة. ماشي ماشي يلا معافى. إيه وين كنا؟ يعني أنا تصرفت هيك بسبب كل شي عملته من قبل، مع أنه أنا كان لازم أحكي معك بالأول. الحق معك، يعني الوضع كتير مختلف هلأ، كان لازم أحسب حساب. أكيد ما رح تلحقيني. أكيد لا. أفوت. لك بس مهموني صوت اللي عم تحاول. لك بسرعة هذا رح صلت ونادي عليكم لخليهم يطفشوكم من كل الحارة. طيروا بالكم. انت شو عم تحكي؟ مفكر انت الوحيد اللي عندك اولاد وانا بصلت اولادي عليك كمان؟ شو هالحكي هاد؟ فوق ما استقبلناك بحارتنا قاعد عم تتكبر علينا؟ اسمع انت لسه ما بتعرفني منيح ابدا ها؟ ولا بتعرف شو ممكن اعمل فيك؟ شو رح تعمل يعني؟ خلاص خلاص وقف. اوعى تتخطى حدودك وتعمل فرشينا. بارك حالك. يلا بعدك بعدك. اجوا زملائي. خلينه اجت الشرطة اجت الشرطة. هروب هروب. شو عم يصير هون؟ تعال يا اخي تعال يا زميل تعال. بدنا نشتكي عليهم هو ومرته واولاده، عاملين عصابه هون، عم يضربوا الكل كمان واعتدوا على ممتلكاتنا. خذوهم كلهم. نحن اللي بدنا نشتكي عليهم سيدي، ما عم يرضوا يفوتونا على بيتنا. هيك الواحد بيعامل جاره بيصير هالحكي؟ لا مو صحيح. هن اللي اجوا طلعوني برات البيت، ما في قانون يحميني. معقول هذا الحكي؟ هذا ما بيصير. هيك سيدي هاي سند ملكيه هذا البيت. يا مرتضى طيب انت ليش بعت البيت اذا لسه بدك اياه؟ لك ليش لبيع بيتي؟ برايك ما بعته تولاي باعته. والله السند مزبوط، يعني ما فينا نعمل شيء يا مرتضى، الرجال في معه سند ملكية. حطينا كل مصارينا حق البيت. خلص رؤية يعني خلص رؤية. شو يعني بدكم تخلوا الولاد ينامو مشارك؟ ما عندنا مكان ننام فيه ونروح بحالنا. هيك يا سيدي الولاد الصغار عم يبكوا وامي عم تبكي، بصير الحكي بصير؟ يعني من جهة هن باعونا البيت، من جهة ما عم يعطونا إياه، كنا عم نحاول نتفاهم معهم، بس هن مصرين يعملوا مشكلة. خلاص بقى اسكتوا شوي. قالوا لنا البيت فاضي وقال فينا بأي وقت ننتقل عليه. نحن ولا هلا ساسينا، شو بدنا نعمل؟ نضل بالشارع؟ نحن ما دخلنا سيدي من الصبح عم يظلمونا، والله ما في شيء ما عملوه. ايه شوف قديش ظلمناهم. شوف شوف وشي شوف شوف هداك الختيار سيدي يلي هني، قال ما بده حدا جديد بالحارة هاي. شو رأيك؟ على مين أصدر؟ أحمد يا عيني. سيد تحسين وسيد فكري أنا عم دور عليكم وأنتوا هون. يعني نحن ما منحب العجقة والضجة، فقلنا من بعد شوي عن الخناق بس هيك. أنا كل هالحكي ما بيهمني، في مذكرة اعتقال بحقكم ولازم أخذكم معي. أنتوا احتلتوا على مدرسة الأولاد. ولك حبيبي هلأوات مدرسة الأولاد، خلينا بهالمصيبة. امشي معي يلا. امشي خلينا نحلق. شو عم تصير؟ 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 شو عم تصير؟
الشكل على الجيران المحتالين يا يا اخي. والله نحن مظالمين يا اخي. الله يتركني. بعد دامي اطلع خلصت فكري. يلا فكر انه فيني يقعد هيك. وين بدي يقعد؟ نسيت انه انا منصاب يعني. اطلع بالسيارة. ما اخذت بهالحكي انا. هي لك كلمة مع رفيقك جميل. يا اخي ليش اخذوا؟ نحن مشكلتنا هن. الزلمة معه سند ملكية. ما فيني اعمل شيء. اللي سنة اخذتوني. جاي لعندك سيدي. بدر اوف، وين كنت؟ صار لي ساعتين وانا عم دور عليك. انت ما عندك شيء تعمليه؟ قولي لحتى تسامحني. ما رح اعمل شيء بنوب. هدول لك يعني يخلوك تغير جو. بتحطهم بمكتبك على الطاولة. بصراحة هديك المرة اشتريت لك ورد، بس لما فكرتك عم تحكي مع نسرين أنا كبيتهم. طلعت عم تحكي مع مرتضى بوقتها. يلا خلينا ننسى. تفضل. مين البيبي رواد؟ ما فهمت كيف؟ لميس انت ما سرقتيهن مو هيك؟ لا مين قال اني سرقتهن؟ هي ما اسمها سرقة يعني. ما رضوا يفوتوها على الغرفة، لقيتها قدام الباب وكنت رايحة لأشتري لك ورد، قلت أحسن ما ينكبوا. حرام ينكبوا لأنه يعني هيك القصة. فضيت لحتى نحكي شوي؟ لا عندي شغل. طيب ماشي، بستنى لتخلص شغلك. رايح على الأوتيل بعدين، لازم اتعود على حياتي الجديدة. فيكو شو هالحكي؟ اختي معها حق، نحن لازم نثبت حالنا بالمدرسة تبعنا. فيكو مستحيل يا بنت، اصلا السنة صارت باخرها، مستحيل يعني. طب شو رأيك نشارك بشي مسابقة بالمدرسة وبركي هيك منحسن حالنا؟ ممكن. طلعوا من الحديقة. طلعوا طلعوا روحوا من الحديقة. على شو عم تطلع انت وياه؟ نلعو. يلا نقلعوا من هون. يلا يا اولاد يلا. طلعوا من الحديقة. يلا لا تخلوني دعسكن هلا. وانتو كمان طلعوا من هون لشوف. ليكو من اليوم هاي الحديقة قلنا ما فيكن تلعبوا هون بدون اذن منا، عم تفهموا؟ نقلعوا من هون. يلا نقلعوا. ما عاد يدك هيك. يلا قوم. اتركوا لا تلمس اخي. مين بتكونوا انتو اصلا؟ نحنا اصيادة انتقلنا من جديد لهون، ومن يوم ورايح كلمتنا اللي رح تمشي. بالله شو تعال هون فيكو. شو بدك فيهم؟ اتركن؟ مو شايفون جايين يعملوا مشكلة؟ شلون بدي اتركن؟ ما دخلتكم بمين عم يفوت على الحديقه؟ راسي لا. انت شو زدت على شعري ولا؟ شو عم تعمل انت وياه؟ تركني بعد هيك. شو فكر حالك؟ تركني على ما شكل. لك تركني بعده هيك. اتركوا على الصف. شو مشان العفش هذا كله؟ معقول يضل هيك مسدود بالشارع؟ شو بدك بالعفش هلا؟ ما راح نخليهم هون، منحطهم بالقهوة أو بشي مكان. إيه لأنه ما بصير يضلوا هون. شبه هاي؟ يا خالي شو عم تعملي؟ يا خالي شو عم تعملي؟ ولك ما قمت رفضي الغبرة هون؟ اليوم الصبح غسلتهم كلهم. شو دخلني؟ ما حدا قلك تنشري هون لعيلك مكان تاني. حبيبتي شو دخلني؟ خلصنا. هذا شو عم يعمل؟ اخي خير شو عم تعمل عندها؟ عم شعل المنقل. في اعتراض؟ هذا بيشغل نار هون. شو دخلك انت؟ شو بدي انا اخذ اذن منك كمان؟ انتم مطولين عندنا هون. التزم ادبك. لا تفلي حالك فيهم. خلص نزل من ايدك. لا تفلي حالك. ربي هالشكل شكلك ما تربيت من شوي. ما الغبره بعيني روحي بقى. خلص شبك. خلص عزيزي الحقيني. مرتضى الحقني. شوفي عزيزي علق راس عصمت بين الحديد بالحديقة. تعال بسرعة. شو؟ ولك أنا ما قلت لكم إنه ما بدي مشاكل. جميل.